نحن في ثالث أيام ما بعد زلزال الحوز، جهود الإنقاذ تتواصل، المساعدات وصلت وأخرى تصل إلى ساكنة المناطق المتضررة من الهزة الأرضية. وفي عناوين هذا الخاص: الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، إجراء عاجل ضمن تدابير أخرى سطرها وحددها جلالة الملك محمد السادس في جلسة العمل التي تلت فاجعة الحوز، إجراءات في مرحلة التنزيل والتفعيل. جهود الإنقاذ تتواصل، فرق التدخل مدعومة بتكنولوجيا حديثة موزعة الآن على المناطق التي ضربها الزلزال، كما سنتابع في شيشاوا، في تارودانت، في ثلاث نعقوب، وفريق القناة الثانية يصل إلى إغل موقع الهزة. نقاط خارجية أخرى في هذا الخاص: والمساعدات من مؤن، من أغطية وخيام تصل إلى الساكنة المتضررة برًا وأخرى جوًا، توزع على المتضررين في القرى الجبلية وفي عمق الأطلس الكبير. سنتابع الصور حية من أكثر من نقطة خارجية في هذا الخاص. وفي أول محاور هذا الخاص: صندوق تدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز. إذن المغرب ينتقل إلى الشق الثاني من مرحلة تدبير ما بعد زلزال الحوز، سلسلة إجراءات استعجالية سطرها جلالة الملك محمد السادس في جلسة العمل التي تلت فاجعة الحوز. هذه الإجراءات تدخل الآن مرحلة التفعيل وآليات وطرق التنزيل في أول اجتماع للجنة البين وزارية. هذا الاجتماع كما تشاهدون في هذه الصور بدأ أولاً بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء زلزال الحوز. الاجتماع يتواصل في الأثناء، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش للبحث في طرق تنزيل الإجراءات الاستعجالية والتي تضمنتها جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت في القصر الملكي بالرباط. وقبل هذا الاجتماع للجنة البين وزارية التأم أمس الأحد الفريق الحكومي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، تدبير من بين تدابير عاجلة عدة اتخذها المغرب. وطبعا هذا رقم الحساب، رقم 126 كما هو مبين اللحظة على الشاشة. طبعا هذا الحساب البنكي مفتوح في وجه كافة المواطنين والمواطنات المغاربة هنا في الداخل وفي الخارج، مفتوح أيضا في وجه الهيئات الخاصة والعمومية. طبعا هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية وكافة المغاربة، سيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة. البقية معك سعاد زعتراوي. من بين كل الأرقام القادمة من إقليم الحوز التي تحصي الضحايا وتوجع القلب، يظهر رقم 126، رقم يحصي منسوب التضامن عند المغاربة. 126 هو رقم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال المدمر. الصندوق الذي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية تم إحداثه تنفيذاً للرؤية الملكية. بالنسبة للتحويلات المالية على المستوى الوطني فيمكن إرسالها عبر هذا الحساب باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية. أما التحويلات من خارج المغرب ترسل عبر بنك المغرب على هذا الحساب، وللمساهمين بواسطة البطاقة البنكية فتحويلاتهم عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة. كما يمكن للمساهمات أن تدفع نقداً
أو عن طريق الشيكات المصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين والجهويين والعمالات والأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج. يتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقداً أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية. 126 رقم يكشف عن معدن نفيس يقبع في الروح ويلمع كلما عصفت بنا النوائب والمحن. ومن مكتب الرباط ينضم إلينا مباشرة نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد نجيب الصومعي. إذن المغرب ينتقل اليوم. أهلا وسهلا سيدتي. مرحبا بك. إذن المغرب ينتقل اليوم إلى الشق الثاني من مرحلة تدبير ما بعد زلزال الحوز. إجراءات وآليات وطرق تتخذ تفعل وتنزل من أجل التنزيل الفعلي للإجراءات الاستعجالية التي وردت في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، والحساب البنكي تدبير استعجالي من بين تدابير أخرى. صحيح، المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك وضعت استراتيجية متعددة الأولويات. اليوم هناك فرق يعني ميدانيا تسعى إلى إنقاذ يعني أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة تحت الأنقاض. هناك كذلك فرق تعمل على التقييم المستمر للوضع، ولكن كذلك في المقابل هناك توجه نحو يعني تدابير استراتيجية تهم إعادة البناء. طبعا الخسائر الحقيقية والخسائر الكبرى لهذا الزلزال هم المواطنات والمواطنين المغاربة الذين استشهدوا، ولكن طبعا كما عودتنا بلادنا في اللحظات يعني العصيبة السابقة كل ما كانت شي أزمة، كل ما قوة المغاربة، كل ما رؤية المغاربة تحولوا هذه الأزمة إلى فرصة. هذه الفرصة من أجل يعني إعادة النظر في وضع المنطقة، من أجل يعني توجيه يعني التنمية لتلك المنطقة بأسلوب آخر يتماشى مع يعني الأسلوب اللي عرفته مناطق أخرى من بلادنا. لذلك فالصندوق، صندوق 126 أعتقد نقطة أساسية في معادلة يعني الخروج من هذه الأزمة يعني اللي أصابت بلادنا لأسباب اقتصادية مهمة. أولا لأنه سيمكن بلادنا من واحد الموارد مهمة لمواجهة يعني التحديات المستقبلية. هو صندوق تدخل يعني على المستوى الاقتصادي في إطار ما يصطلح عليه بالبلندد فاينانس، اللي هي آليات تمكن من تكتيف جميع الجهود الممكنة، لا قطاع عام لا قطاع خاص، لا مواطنات ومواطنين، لا جمعيات المجتمع المدني، لا الأصدقاء في العالم، من أجل يعني جمع أكبر عدد ممكن من الموارد للبناء. لأنه طبعا هناك أنقاض، ولكن تلك الأنقاض يعني في المستقبل بعد الترحم على شهدائنا ودفنهم، وكذلك إنقاذ يعني يعني الناس الذين يعانون تحت الأنقاض، سنبني مناطق يعني جديدة، سنتوجه إلى المستقبل. ما يقع الآن هو نكبة، ولكن في المستقبل يعني هذا الصندوق سيمكننا من إمكانات مهمة. أستاذ الصومعي، نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي، عند تدبير كل أزمة هناك مراحل. ما بعد زلزال الحوز المغرب اليوم يدخل مرحلة التنزيل الفعلي للإجراءات الاستعجالية التي وردت في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وهي الجلسة التي تلت مباشرة فاجعة الحوز. هناك حساب بنكي يفتح، وهناك إجراءات أخرى ستتلو الحساب البنكي في مرحلة هل لنا أن نسميها بمرحلة إعادة البناء. صحيح، هي مرحلة إعادة البناء، ولكن بغيت نأكد على واحد النقطة. بلادنا حسب المعايير الدولية إلى الآن تواجه الأزمة بمستويات عالية، حتى القنوات العالمية
التي يعني تمتلك الحيادية في التحليل، يعني أشادت لا بالقوات المسلحة الملكية، لا بالمنقدين، لا بالمواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الدولة. الدولة المغربية تجندت يعني في مرحلة أولى من أجل التدبير العملي، لأنه احنا اليوم أمام الجهاد الأصغر اللي هو الإنقاذ وكذلك مواجهة التحديات الآنية، ولكن كذلك الدولة تعد نفسها إلى الجهاد الأكبر، جهاد البناء كما قلت. إذا هذه المرحلة طبعا كما قلت في الأول هناك أولويات متوازية، يعني هناك الإنقاذ، هناك الإحصاء والتقييم، ولكن هناك كذلك الرؤية الملكية من أجل يعني إنقاذ المناطق، إعادة بنائها. وهنا بغيت نذكر لما في 1960 أكادير يعني سويت بالأرض، بنى المغاربة أكادير جديدة. لما يعني سويت الحسيمه والاقاليم يعني المجاوره لها كذلك بالارض مع الاسف من الزلزال، بنى المغرب يعني مناطق جديده، حسيمه يضرب بها المثل في المنطقه، وسيكون الامر كذلك في الحوز. لذلك اعتقد على ان الصندوق هو صندوق استراتيجي مهم جدا. وهنا دعيني سيدتي اذا كان ممكن ان ادعو جميع المساهمين، جميع الضمائر الحيه، من اجل المساهمه المباشره في هذا الصندوق. هذا الصندوق كل درهم فيه في اطار ما يصطلح عليه يعني اقتصاديا بتوتال اسيت مانجمنت، كل درهم فيه سيبني جزءا من المناطق المنكوبه، كل درهم فيه سيوجه باسلوب يعني عملي، باسلوب فعال، من اجل انقاذ تلك المنطقه، ومن اجل رؤيه يعني شكل جديد لتلك المنطقه، سيمكننا من ان نقول بانه يعني في المستقبل واجهنا زلزالا قويا مدمرا 7 درجات على سلم ريش، ولكن النتيجة هو أن المغاربة وقفوا كما في المحن السابقة وبنوا وطنهم، وأعتقد بأن ذلك ما سيكون في المستقبل. تفضل بالبقاء معنا الأستاذ نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي. نواصل في هذا الخاص والحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية سيكون محور اجتماع في البرلمان. اللجنتان المكلفتان بالمالية بالبرلمان في اجتماع مشترك في الأثناء يخصص للإخبار بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى بالحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفه إقليم الحوز. هذا الحساب البنكي طبعا سيخصص للنفقات المتعلقة أيضا بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون الحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال. وهنا أعود إلى ضيف الخاص ينضم إلينا من الرباط دائما. نعم. نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي، دور الفاعلين الاقتصاديين في هذا الصندوق من أجل إعادة إعمار الحوز والمناطق المتضررة. هو دور محوري على اعتبار على أن مساهمتهم مطلوبة، مساهمتهم المالية اليوم هي جد يعني مطلوبة ومحبدة من أجل يعني المساهمة في هذا المجهود الوطني لتعبئة الموارد، من أجل التدبير ديال واحد العدد كبير من الملفات المرتبطة يعني بالصعوبات التي سنواجهها لا الآن ولا حتى في المستقبل. لذلك فنقطة مهمة كذلك في إطار التدابير المرتبطة بسؤالك سيدتي هو الاستئناف يعني السريع للأنشطة الاقتصادية. هنا التجارب تؤكد على أنه مثلا قطاع السياحة يتعافى في يعني ابتداء من 40 يوم بعد كارثة مماثلة، وشاهدنا هذا الشيء لا في باكستان ولا في تركيا من قبل ولا في واحد العدد كبير ديال المناطق. لذلك فأعتقد بأنه السوفت باور
يعني القوة الناعمة ديال المغرب ومكانتها في العالم ستمكننا إن شاء الله من يعني مواجهة هذه الصعوبات واستئناف الأنشطة السياحية بشكل عاجل على الأقل يعني في منطقة مراكش. النقطة الثانية هو أن هناك أنشطة مرتبطة بالصناعة التقليدية، مرتبطة يعني بواحد العدد كبير ديال الأنشطة يعني الخاصة بتلك المنطقة يجب استئنافها بسرعة، خاصة الأمور المرتبطة بالفلاحة المعيشية لأنها مهمة في تدبير الأزمة، وأعتقد بأن الصندوق سيتيح إمكانيات مهمة من أجل يعني مساعدة المواطنات والمواطنين والمقاولات يعني خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من أجل استعادة عافيتها الاقتصادية وكذلك الرجوع إلى الوضع الطبيعي. طبعا على المستوى الاقتصادي والماكرو اقتصادي بشكل عام هناك صعوبات، التقارير تتحدث على 1.5 مليار دولار ديال الخسائر، ولكن كما قلت هي امور يعني لا قوه الدوله المغربيه، وانا يعني اتكلم يعني بمنطق مرتبط بتخصص الاقتصادي. القوه ديال المملكه المغربيه الماليه مستعده على انها تواجه هذه الصعوبات. اكثر من ذلك كاين هذا التوجه ديال كما قلت في البدايه ديال البلاندد فاينانس اللي غيخلي على انه نعبئوا واحد الموارد مهمه لمواجهه التحديات. لذلك ف لا بد، وانا يعني كاقتصادي اؤكد على انه الامل هو عنصر مهم في هذه العمليه. طبعا نحن فقدنا عدد كبير من الشهداء، ولكن الدوله ستظل واقفه واكدت ذلك عمليا اجراءات مرتبطه بالمعايير الدوليه، واعتقد انه الامور ستكون ايجابيه. توقفت إذن عند الدور الذي يمكن ان يقوم به الفاعل الاقتصادي في مرحله ما بعد زلزال الحوز، إعمار المناطق المتضررة. سأقف عند النقطة التي ورد تحديدا في حديثك معنا أستاذ نجيب صومعي، وأنتم الخبير الاقتصادي قلتم وأنا أتفق معك أنه المحنة يمكن أن تكون فرصة لإعادة البناء ولتأهيل هذه المناطق التي تضررت بشكل كبير بفعل قوة الزلزال. إذا توقفنا عند الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعل الاقتصادي، كيف يمكن أن نساهم جميعا كمواطنين وكمواطنات في هذا الحساب لزرع هذه النقطة التي قلت وهي الأمل في إمكانية تحويل المحنة إلى فرصة؟ يعني الأسلوب هو المساهمة العملية، هنا المساهمة المباشرة. طبعا هناك شاهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الكانيوت، من يعني من 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 الحسابات التي تعبئ الموارد. أعتقد بأنه اليوم الدولة جاء يعني لها حساب واضح، حساب قادر على أنه يدبر وفق منهجية استراتيجية يعني صحيح. صحيح صحيح سيدتي. لذلك زعما صراحة أدعو كافة المواطنات والمواطنين، للشركات المغربية، يعني القطاع الخاص بشكل عام، المجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود والتركيز على هذا الحساب المهم الذي وضعته الدولة المغربية. كذلك أعلم بأن أصدقاء في يعني في كل ربوع العالم مستعدون للمساهمة المباشرة، وطبعا كاين رقم الحساب بالنسبة للمساهمة من أرض الوطن، وكاين كذلك الإيبان من أجل المساهمة من خارج أرض الوطن. كانت عندنا تجربة مهمة خلال جائحة كورونا. ماذا نقصد بالإيبان؟ أنه في يوم واحد حتى نبسط اللغة الاقتصادية بلغة في متناول الجميع، تحدثتم عن إيبان، شنو كان قصدوا بهذا إيبان؟ لأنه شاهدنا أنه مجموعة كبيرة جدا عبروا مغاربة العالم عن رغبتهم في المساهمة في هذا الحساب. شنو هي هذه الكلمة ديال إيبان؟ إيبان هو رقم الحساب بتعريف دولي. لذلك فيمكن الجميع المواطنات والمواطنين اللي خارج يعني مغاربة العالم اللي وقفوا مع بلادهم في الحقيقة
يعني في لوفقه الجائحه لا ما بعد الجائحه حطمنا ارقام قياسيه في مداخل العمله الصعبه. مغاربه العالم دائما متواجدون من اجل يعني خدمه بلدهم، لذلك فاليوم كذلك هم مدعوون من اجل المساهمه. هذا الرقم يعني طبعا يعني بسويفت لجميع الابناك العالميه، اللي هو واحد يعني سيستم انترناسيونال، واحد نظام دولي للتبادل يعني المعلومات الخاصه بحسابات بين الابناك العالميه، هو موجود من اجل المساهمه. كذلك هناك امكانيات خاصه مرتبطه بالتمثيليات الدبلوماسيه المغربيه، خاصه الاعوان المحاسبين في القنصليات ولا في السفارات المغربيه، يمكن كذلك التوجه اليهم. المهم نحن امام تحدي، التحدي الابرز هو تعبئه كل الموارد من اجل اعاده البناء، ونحن قادرون على ذلك. لذلك فالجميع مدعو الى التركيز في هذا الحساب البنكي الذي احدثته الدوله المغربيه من اجل تعبئه الموارد اللازمه. وكما قلت سيدتي، نحن الآن في مرحلة التدبير، ولكن ستأتي في الأيام القليلة المقبلة مرحلة البناء والتشييد. وأعتقد على أنه يعني كما نقول رب ضارة نافعة، هذه مناسبة لتتوجه يعني لي بروجيكتور دو ديفلوبمون، يعني المصابيح ديال التنمية لتلك المنطقة، من أجل يعني أنها يعني تحظى بالعناية الخاصة. وأعتقد بأن بلادنا قادرة على رفع التحدي. لذلك فرسالة بسيطة يعني لكافة المواطنات والمواطنين، طبعا الوضع صعب، ولكن لنتشبث بالأمل، لأن بلادنا اليوم محتاجة لنا بشكل كبير. شكرا لكم السيد نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي، كنتم معنا مباشرة من الرباط. واللحظة نستمع إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمسي بعد انعقاد المجلس الحكومي الاستثنائي. داول مجلس حكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 23811 الصادر في 24 من صفر 1445 10 شتنبر 2023 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالبرلمان يوم غد الاثنين 11 شتنبر 2023 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130/13 المتعلق بالمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. وسيخصص هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين بشكل أساسي لتحمل العمليات التالية: النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال. وفي المحور الثاني من خاص عن زلزال الحوز، جهود الإنقاذ تتواصل بكل الوسائل والمتابعة بالصور وبالشهادات من عين المكان في أكثر من نقطة خارجية عبر شبكة مراسلينا الذين سينضمون إلينا في هذا الخاص. إذن جهود الإنقاذ تتواصل، وفرق التدخل مدعومة بتكنولوجيا حديثة موزعة على المناطق التي ضربها الزلزال. موقع الزلزال إغيل، وإلى إغيل
كما تشاهدون في هذه الصور إلى إغيل. فرق التدخل من القوات المسلحة الملكية تصل إلى موقع الهزة، حيث شرع في توزيع المساعدات على المساكن المتضررة، كما تتواصل عمليات الإنقاذ في هذه النقطة إغيل موقع الهزة. والصور التي شاهدتم هي صور حية بعث لنا بها للتو فريق القناة الثانية الحسن هبان الذي وصل وعبر إلى إغيل ليلة البارحة بعدما قطع الفريق الوادي مشيا على الأقدام. الحسن هبان ينضم إلينا من إغيل. الحسن، إذن شاهدنا في الصور القوات المسلحة الملكية، فرق التدخل وصلت إلى إغيل وقد شرع في توزيع المساعدات على الساكنة التي تضررت بعدما تم الوصول برا إلى هذه النقطة موقع الهزة، كما تواصل فرق الإنقاذ عملها الميداني في هذه النقطة التي كانت كما قلت موقع الهزة، التي ضربت المغرب مساء الجمعة بقوة 7 درجات. وصلت الحسن هبان إلى إغيل، كيف هي الصورة لديك؟ كيف تتم عملية توزيع المساعدات على الأهالي الذين تضرروا بشكل كبير؟ نعم، بالفعل سناء، كما ذكرت أتواجد لأول مرة كأول قناة إعلامية تصل إلى جامعة إغيل أخيرا في اليوم الثالث بعد حدوث الزلزال. كما ذكرت قطعنا واد إنفيس على أقدامنا وحملنا ما تمكننا من حمله من أمتعتنا ومن معدات التصوير على متن الدواب لنصل ليلة أمس إلى هذا الدوار، دوار أمر زقان هنا سناء مركز الزلزال تحديدا ضمن 28 دوارا بجماعة إغيل. كما سألت سناء بشكل مباشر من خلال عدسة الزميل رفيق أجماد، هذه هي العملية، عملية توزيع وتنظيم توزيع المساعدات الغذائية والأغطية والأفرشة التي وصلت وتصل بشكل متدرج إلى جماعة إغيل هنا التي تضم كما ذكرت 28 دوارا، 5300 نسمة سنة ضمن هذه الجماعة التي تتصدر هذه الأيام أخبار الصحف والإعلام الوطني والدولي. إذن كما ذكرت هذه العملية كما لاحظتم بشكل مباشر وجدنا عناصر القوات المسلحة الملكية سناء الذين عبروا كذلك مشيا على الأقدام في البداية قبل أن تفتح الطريق على مستوى دوار إي فورير التابع لجماعة ثلاث نعقوب على حدود الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم. قبل ذلك سناء عناصر القوات المسلحة الملكية عبروا على أرجلهم في البداية عبر واد في نفس النقطة التي عبرنا من خلالها ليصلوا إلى هذه الدواوير وكذلك ليواصلوا عملية انتشال المصابين والجرحى. قبل ذلك سناء الطائرات المروحية العسكرية بما فيها طائرة الدرك الملكية كانت خلال كل هذه الأيام تنقل المصابين خاصة من نقطة مزوزيت التابعة لجماعة ثلاث نعقوب، وكانت كذلك لاحظنا هذه العملية التي تواصلت كذلك في صباح هذا اليوم سنة المروحيات العسكرية كانت تلقي بها المساعدات والمؤن الغذائية والأفرشة من على علو منخفض في هذه على سكان هذه الدواوير الذين يستحسنوا هذه المسألة بطبيعة الحال. هذا هو دوار أمر زقان سنة الذي شهد وفاة 18 شخصا كما تشاهدون بشكل مباشر من خلال عدسة الزميل رفيق أجماد. هذا هو الدوار مختلف أو جل المنازل والدور السكنية الترابية سويت بالأرض بالكامل، بقيت هذه الصومعة صومعة المسجد شاهدة على فداحة ما وصل إليه هذا الدوار، دوار أمر زقان.
حيث توفي كما ذكرت 18 شخصا، وهناك عدد من المصابين الذين تواصل سيارات الإسعاف التي وصلت صباح هذا اليوم بفضل فتح كل هذه الطرقات، وصلت أخيرا إلى هذه المناطق. الحسن هبان، إذن الطريق باتت معبدة وسالكة للوصول إلى منطقة إغيل، شاهدنا في الصور وقد شرع في إيصال المساعدات إلى الأسر والأهالي الذين تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب منطقة إغيل. كيف تمضي هذه العملية؟ أكيد ستستمر إلى حين وصول المساعدات إلى كل الأسر المتضررة. هل لك أن تقف عند هذا الشق وأنت في عين المكان كأول قناة تصل إلى منطقة إغيل؟ نعم، بالفعل سنة، كما ذكرت في البداية عمليات توزيع المساعدات الغذائية لا تزال متواصلة. هذه المساعدات كانت تصل كذلك خلال الأيام التي كانت فيها الطرق مقطوعة عبر المروحيات العسكرية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية. اليوم وصلت عبر الطرقات كذلك سنة. بالإضافة إلى كل هذه الجهود، هناك جهود المتطوعين والمغاربة الذين سألتهم في البداية حينما وصلوا في الصباح. هناك سنة من قدم من طنج من شمال المملكة بما يستطيع من مساعدات غذائية ومن أفرشة، ولا تزال سنة كما يبدو لكم من خلال الصورة الطريق، لا تزال الطريق الآن تبدو لكم أعتقد من خلال عدسات الزميل رفيق أجمد كل العربات والسيارات التي تحمل ما استطاعت إليه سبيلا من المساعدات الغذائية ومن المؤن ومن الأفرشة والأغطية. الكل سنة يود أن يساهم القليل أو الكثير. هذا هو روح التضامن والتكافل الذي حقيقة لامسناه خلال كل هذه الأيام سنة، كما تشاهدون بشكل مباشر لدى المغاربة حينما تشتد الأزمات. وهناك سنة كذلك ملاحظة أساسية ومهمة يجب أن نشير لها، بأنه الطريق التي فتحت اليوم صباحا تقف فقط عند حدود هذا الدوار، دوار إمرزقان، لأنه القوات المسلحة الملكية كما ستشاهدون من خلال عدسة الزميل رفيق أجمات في هذه اللحظة تواصل إزاحة كل الأكوام والأتربة والصخور التي تسد كل هذه المنافذ الطرقية القروية المؤدية إلى أزيد من 20 دوارا لا زالوا محاصرين خلف هذه الجبال التابعة لجماعة إغيل هنا بإقليم الحوز. عناصر القوات المسلحة كما يبدو لكم من خلال عدسة الكاميرا تواصل بكل الآليات وبكل المعدات، وهناك جرافة يبدو أنها لا تبدو الآن من خلال الصورة، كانت هنالك جرافة كبيرة تسبق كل هذه العناصر من المشاة من القوات المسلحة الملكية لإزاحة كل هذه الأتربة والصخور حتى يتمكنوا من الوصول كذلك إلى الدواوير المعلقة على سفوح جبال الأطلس الكبير. سنة، لتقريبكم أكثر لرب ربما من المشاعر ومن كل هذه الجهود ومن مشاعر المواطنين مع استقبالهم من كل هذه المساعدات الغذائية، ينضم إلي أحد سكان هذا الدوار، دوار أمرزقان. سي إبراهيم، المساعدات الغذائية، الجهود ديال السلطات والقوات المسلحة الملكية، بغيناك تكلم لينا واحد من الساكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كنشكروا قناة الثانية اللي هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة اللي وصلتنا لها الدوار، وجاو على طريق الحمير والبغال جابوا البطارية ديالهم. بالنسبة للأوضاع الحمد لله اليوم اللي وصلت القوات المسلحة الملكية كنشكرهم والدرك الملكي، وصلوا بداو الناس كيحسوا بالاطمئنان وتشرحت الطريق من زوزيت حتى لأمرزقان والمحسن ها هما كما شفتوا وصلت المساعدات لاول مره من نهار الجمعه، الناس باقين في ماكلة وكتبي، ولكن رغم ان وصلوا لأمرزقان، أمرزقان راه الدوار الثاني في الجماعه، باقين 27 دوار، حنا 27 باقي 25 دوار الفوق، والدوار اللي فيهم كثافه سكانيه كبيره هما اللي الفوق. راه من نهار الجمعه بالليل الناس ما عندهم حتى الخبز، ما عندهم ما ياكلوا، ما كاينش الماء، لانه والمشكل الكبير، المشكل الكبير بان سميتو الاغطيه الخيام، الناس كتنعس في الزنقه، لان جماعتو قلت ما كايناش دار لصلاح السكن كلها، من دوار تسهيله اللي هو هذا الارق، من الناس كلهم كينعسوا في الزنقه. كنتمناو ان الخيام توصل دغيا لان هذا فصل الشتاء بدا، والناس الدري صغار والناس بالحوايج ديالهم اللي خرجوا منهم من الديور هما اللي باقيين لابسين. والطريق باتت. شكرا سي حسن هبان. هذا هو المشهد سناء. حسن هبان. نعم سناء.
إذا كان ممكن نساول من تمازيغت بما أنك تتواجد في إغيل، هل بالإمكان لحسن هبان؟ نعم، تمازيغت نفس تمازيغت يحتسمحت سي الدر كذلك واحد من الساكنة الناطقين بالأمازيغية من سكان الدواوير سي الدر توري اللي تسكر القوات المسلحة الملكية ضد الدرك الملكي كل السنة دارت تلوحن الماكليمي دارت تلوحن أي اللي موفان سطيارات اللي غيرز مغارس تاكليتي زوار نغيفورير زيك صباح نغساد الكمند المساعدات نرى دحت سولت في الجهودات المساعدات ما سولي خصانس القد. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة دوزيم اللي نقل المجهود تشكات زوار انت تدي زوار كل شيء المساعدات زوار سدار نخسم ما سنغيد ميد نغيك ثلاثة نقص 20 دوار إلا نغي كله تعتبر بدون سكان ميد نرجان كل شيء على برا. أول شيء الطلب هو غنكليس نتيني خصني قوطان ما غتلين ميد ما غتستارن عاد ما كنا نسجل الأكل والغطاء أنت رقم واحد. الحسن هبان لا الحمد لله أردت نتشكر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وسيدنا ولا أنت أردت نتشكر بلا تعليمات الناس كانت في المستوى العالي غاس صباح العسكر تبارك الله والدرك الملكي في المستوى العالي رزمني غراسن أوين التراكس سعد ميدنا دك المساعدة بالخصوص الطريق اللي رزم وش كان المحسنين وش كان الجمعيات ابتداء من اليوم الحمد لله بدأت الأمور كانت تحسن أحسن من المكان. تنميرت سيدر تنميرت شكرا جزيلا. إذن سنة هذه هي المشاعر العفوية لسكان هذا الدوار الذي وصلته المساعدات ولا تزال جهود القوات المسلحة الملكية متواصلة للوصول كذلك إلى مختلف المداشر القروية في هذه الفترة. شكرا لك الحسن هبان، كنت معنا مباشرة من إغيل وتحية لكل السواعد التي تواصل العمل ليلا ونهارا منذ أزيد من 60 ساعة من أجل عمليات الإنقاذ، جهود الإنقاذ التي تتواصل وإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة في هذا الظرف العصيب والكارثة الطبيعية الكبيرة. إذن بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تتنقل عناصر أو انتقلت عناصر من القوات المسلحة وقدمت مساعدات للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وقد نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وسائل بشرية ولوجستية مهمة جوية وأخرى برية، بالإضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميدانية. حمزة أيت مسعود. بشكل مستعجل وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنقل القوات المسلحة الملكية المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال، بالإضافة لنشر وسائل بشرية ولوجستية مهمة ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي وميداني. بلاغ القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم اتخاذ تدابير ضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية، كما تم نشر وحدات للتدخل وطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار ووسائل هندسية ومراكز لوجستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة. ونواصل في هذا الخاص، نتابع الصورة حية عبر شبكة مراسلينا الذين يتوزعون في الأثناء في مجموعة من النقاط الخارجية في شيشاوا، في تارودانت، في ورزازات، في أمزيز وغيرها من المناطق، وفي إغيل التي وصلها فريق القناة الثانية.
اللحظة نتوجه إلى شيشاوا، ومن شيشاوا ينضم إلينا موفد القناة عبد الفتاح مومن. عبد الفتاح مومن، إذن عملية إيصال المساعدات تتواصل في شيشاوا، أنت في عين المكان، كيف تمضي هذه العملية؟ وهل شرع في توزيع المساعدات على الأسر التي لم تصلها من قبل المؤن الغذائية والأغطية والخيام؟ نعم سناء، الطريق الرابطة بين شيشاوا وجامعة أداسيل تحولت إلى ما يشبه الجسر البري، يعني كما تلاحظين السيارات والشاحنات وجميع أنواع يعني المواصلات من هنا من أجل الوصول إلى الدواوير المنكوبة. فعلا انطلقت عملية توزيع المساعدات منذ ليلة الأمس، منذ صباح الأمس، يعني مجموعة من المساعدات تصل للمنطقة. مثلا المواد الغذائية، فهناك وجبة كانت يعني اليوم الأول 4000 وجبة، اليوم الثاني 12000 وجبة، واليوم وصلت إلى 24000 وجبة وزعت على الأسر. كذلك الأغطية 10000، أزيد من 10000 من الأغطية، و 4000 حوالي 4000 من الخيام التي تم نصبها، وستنصب خيام أخرى على طول الدواوير المنكوبة. هناك كذلك دخول المجتمع المدني على الخط، يعني الكثير من السيارات ومتبوعة بالشاحنات المملوءة بكل أنواع الأغطية والمواد الغذائية تمر من هذه الطريق في اتجاه الدواوير المنكوبة بالتنسيق مع السلطات المحلية، حتى لا يكون هناك إفراط في التوزيع في دوار ودوار آخر لا يتصله المؤونة، وبالتالي فهناك تنسيق من أجل التكفل بجميع الدواوير التي تعاني من مشاكل على مستوى المبيت، على مستوى المواد الغذائية الأساسية، وعلى مستوى الأغطية. شكرا لك عبد الفتاح مومن، كنت معنا مباشرة من شيشاوا في خاص عن زلزال الحوز. وقبل لحظات قليلة فقط وصل إلى أمزميز موفد القناة الثانية حسن الحمادي، الذي ينضم إلينا مباشرة في هذه النشرة من أمزميز. حسن الحمادي، وصلت إلى المنطقة، كيف تمضي عملية تقديم المساعدات وعمليات الإنقاذ في أمزميز؟ وأمزميز هي الأخرى من بين المناطق التي تضررت بفعل شدة وقوة الزلزال. صراحة سناء أقولها وصراحة بأن نسجل تردي جودة الخدمات شركة تالات للاتصالات. هنا وجدنا صعوبات كثيرة للتواصل مع القناة أو مع الساكنة أو مع المسؤولين في هذه المناطق، وهذا تقصير في حق هذه المناطق الجبلية. كان من المفروض إقامة وحدات متنقلة للهاتف النقال أو الأنترنت. كما تشاهدين خلفي سناء، الدمار الذي لحق بهذه العمارة والذي خلف مقتل 4 أشخاص، ولا زالت فرق التدخل تواصل عملها من أجل الوصول إلى ناجين. هنا في هذه المنطقة أستضيف السي مصطفى العوينة، اللي هو صاحب هذه العمارة، الذي يحصي الأرواح التي سي مصطفى، كيفاش وقع لكم الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الله يرحم هاد الناس اللي ماتوا ويعود اللي بقى، الحمد لله. المهم شنو وقع؟ الواقع بالليل مع 11 ونص الليل تقريبا وقعت تزعزع، داكشي تزعزع. جينا حنا كنجريو لقينا الناس باقيين لتحت، بحال العماره هنايا كانوا فيها شي 7 الناس. المهم اعتقنا 8 تقريبا 8. شكون هما؟ كاين واحد اجودان شاف وولادو ب4 جدرميه، ومرت واحد جدرمي اخر، واحد السيد خدام في القهوه لتحت. المهم عتقناهم كلهم، كيبقى اجودان شاف مسكين هو اللي حصل ومات مسكين وجبناه. وكان كاين واحد الدار اخرى من ليها طاح حتى هي، مات فيها واحد اجودان ديال المخازنيه، ومات مرته وولده،
والبنت اعتقناها حتى هي تعتقات الحمد لله. وكان شي تدخل بالنسبه للمواطنين؟ كان تدخل في العاجل في البلاصه ديك الساعه ملي طاح عاد هذا باش ولات كتجي الوقايه المدنيه وداك الشيء. تقريبا شي ساعتين ولا ثلاث ساعات تدخلوا الوقايه وداك الشيء. تم توظيف الكلاب المدربه؟ هذا كاينين جابوا الكلاب مدربات لقوها قلبوا. المهم داك بقات المراه وولدها لقوها الكلاب راه جبدوها حتى هي الحمد لله. نعم سناء كما خلف الدمار حسن الحمادي. حسن المشاهد الكريم هناك حسن مجموعه من اطر الدوله الذين قضوا تحت الانقاض. نعم حسن سنة. حسن واش كتسمعني جيدا؟ كان نعم السؤال سنة. كان السؤال في هذا الظرف العصيب خلف هذا الدمار خلف المشاهد التي تؤلمنا جميعا بكل تأكيد، اليوم هناك مجهود يبذل على أرض الميدان من أجل انفشق الذي توقفت عنده وهو عمليات الإنقاذ، ولكن هناك أيضا مجهودات ما بعد الدمار، الناس تحتاج إلى مساعدات. هل شرع؟ هل توصلت الأسر والأهالي المتضررة من الزلزال في أم زميز بالمساعدات التي تشرف على توزيعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن؟ نعم سناء، هناك مجموعة من المساعدات التي وصلت منذ صباح يوم أمس إلى المناطق البعيدة لتلبية حاجيات الساكنة. لاحظنا هذا السخاء وهذا التضامن وهذا الكرم في أسمى تجلياته من قبل مؤسسة الدولة وكذلك من قبل المواطنين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تحولت هذه المقاطع الطرقية الجبلية إلى مقاطع تنشط بالشاحنات والحافلات. وقد تعذر التواصل في هذا البث المباشر. غنحاولوا نرجعوا لحسن الحمادي اللي كيتواجد في أم زميز فور أن تسمح الظروف بالتواصل المباشر مع حسن الحمادي. لكن في المقابل أتوجه إلى تارودانت حيث يتواجد الزميل حسين أزيق. إذن من تارودانت حسين أزيق، إذن تتواجد من أمام المستشفى الميداني العسكري في تارودانت، هذا المستشفى إلى جانب إجراءات استعجالية أخرى دخلت حيز التنفيذ لدعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز في منطقة هي تارودانت التي تعد ثاني أكبر المناطق تضررا من الزلزال. نعم، إذن هنا بمنطقة تلكجونت، جماعة تلكجونت يمكن أن نعتبرها مركز للتنسيق العملياتي سواء للمساعدات الطبية أو المساعدات الإنسانية، لأن تلكجونت تتواجد في مركز استراتيجي يربط مدينة تارودانت بباقي الجماعات والضواوير المتضررة. تلكجونت إذن تضم أيضا مستشفى ميداني عسكري، هذا المستشفى الميداني العسكري الذي تم تهيئه لهذا الغرض منذ 48 ساعة منذ الساعة الأولى من الزلزال. مجموعة من الخيام تضم قاعات لإجراء العمليات، قاعات للاستقبال والاستشارة، كذلك خيام لتوزيع الأدوية المجانية على الساكنة المتضررة. إذن من بين الخطوات الأولى هنا لاستقبال المواطنين خصوصا المنكوبين هي القاعات الاستشارة الطبية التي تضم عدد من المواطنين الذين تم استقبالهم. وفي تافين جولت هنا بجماعة تافين جولت مستشفى ميداني يضم عدد كبير من الأطر الطبية أيضا ومن المتطوعين سواء للمواد الغذائية أو للمساعدة الصحية والطبية. حملة طبية غير مسبوقة، ممكن نسميها مسيرة تضامنية، تأتي من الجنوب نحو سواء من أقاليمنا الجنوبية أو من أكادير أو من تيزنيت أو من باقي الأقاليم نحو جبال الأطلس هنا بتارودانت. إذن الاستشارة الطبية أولا تكون مع مجموعة من المرافقين، لدينا عدد كبير من العائلات، عدد كبير من العائلات تم استقبالها هنا، إجراء فحوصات طبية التي الحالات التي لديها خصوصا حالات الكسور
القصور، سواء القصور الخطيرة التي تكون قصور في الرأس، وبالتالي هنا في التفن قلت يتم إجراء التدخلات الطبية الأولى لمساعدة هؤلاء المرضى، وكذلك في إجراء عمليات جراحية ميدانية، حيث يتواجد هنا قسم للإنعاش تم تجهيزه لهذا الغرض، وبالتالي هو يعني مستشفى طبي ميداني متكامل. أود أن أتحدث مع أحد المواطنين هنا، سنحاول أن نأخذ أحد المواطنين من سقسة تسولت تشل حيت تستقبل كميد ناد ماني كي قال استقبال مرد كله تينيت وخا كله غياد اللي جرى السن أي رحم ربي ولي موتني ما ريخ تينيت حسين تحتاج منيت زند الخيرات سأترجم. نعم حاول إذا تقول بأننا نحن كنا في حاجة ما ديال السيدة. نعم تقول بأن كنا في أمس الحاجة لمثل هذه المستشفيات الميدانية، لأن التنقل عبر الطريق الوطنية هنا ونحو كذلك مدينة تارودانت هو تنقل صعب، والوصول إلى تارودانت قد يستغرق وقت أطول، وبالتالي تظهر ضرورة إنشاء هذه المستشفيات الميدانية هنا بمنطقة تفنقولت القريبة أيضا إلى باقي الجماعات المتضررة، سواء في أو في تيزينتست أو في تلك جونت كذلك، والعديد العديد من الدواوير القريبة من بؤرة الزلزال بؤرة الحوز. إذن هناك مستشفى ميداني هنا، لكن أيضا قوى حسين. نعم. إذن هناك مستشفى ميداني. نعم. كما شاهدنا في هذه الصور المباشرة في منطقة تفنقولت. ماذا عن المساعدات الإنسانية؟ نعم. هل وصلت إلى الأسر المتضررة في تلكجون وتمالوكت؟ نعم. وتيزينتست؟ نعم صحيح. نعم القوافل المساعدات الميدانية والمساعدات الإنسانية خصوصا من أغذية وأفرشة وأغطية وكذلك ومساعدات إنسانية خرجت قوافل، ليست قوافل بل هي مسيرة تضامنية. هناك قوافل مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي خرجت من مدينة تارودانت، ممكن أن نلاحظ هنا شاحنات محملة بمواد غذائية وبمساعدات، كذلك انطلقت منها العديد من القوافل نحو تيزينتست وتلكجونت وكذلك المناطق المتضررة أكثر بأونين وبتنفيت. هناك أيضا المجموعة من الأدوية، كذلك قوافل من الأدوية ومن الأغذية ومن الأغطية، هي حملة تضامنية واسعة، مسيرة من القوافل انخرط فيها كذلك المجتمع المدني، المتطوعون، عدد كبير من المتطوعين خصوصا القادمون من أقاليم الجنوب، من مناطق جهاتنا من الجهات أقاليمنا الجنوبية. هنالك كذلك طائرات مروحيات نشاهدها نحن في البث المباشر، طائرات لتوزيع المساعدات، هذه طائرات مروحيات عسكرية القوات المسلحة الملكية لتوزيع المساعدات على الأسر التي بقيت بدون مأوى وبقيت معزولة كذلك في جبال الأطلس، خصوصا بمناطق أونين وتيزينتست وتلكجونت كما قلنا، والعديد العديد إلى غاية جماعة تنفيت التي توجد في أقصى الشمال لإقليم تارودانت. مروحيات توصل المساعدات خصوصا إلى الأسر المعزولة التي يعني بفعل هذه الهزة انقطعت المسالك الطرقية، انقطعت كذلك المسالك، هي أصلا وعرة، هنالك دواوير سناء لم تكن لديها مسالك طرقية، مسالك معبدة يعني ليس هناك مسلك للوصول إلى بعض الدواوير، هذا نعرفه ربما. نعم. حسين فهمت من كلامك أنه المناطق اللي يصعب الوصول إليها المساعدات توزع جوا، فيما المساعدات تصل برا إلى الأسر والأهالي الذين تضرروا، متى سمحت المسالك الطرقية بالوصول إلى هذه النقاط؟ المناطق اللي ما فيهاش طرق أو نعم. الطرق مازال مسدودة، هاد الناس كتوصلهم المساعدات جوا؟ نعم
نعم، إذن يعني هناك عمل جبار، هناك عمل جبار، ليس هناك تقصير، ما يمكنش نتحدث على تقصير. الكل يقوم بدوره، سواء السلطات العمومية، سواء القوات المسلحة، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، والدرك الملكي، وجميع المتطوعين أيضا، الساكنة أيضا تقوم بمجهود كبير. هنالك دواوير باش نقولوا بأنها ما عندهاش مسلك، الناس كيتطوعوا كيطلعوا مع الجبل باش يوصلوا، باش يوصلوا بعض المؤونة، يوصلوا كذلك الأغذية، يوصلوا الأغطية والخيام، ومجموعة من الدواوير فعلا اللي تسمع الصوت ديال الإغاثة ديالهم. قبل ما يتسمع الصوت الإغاثة كان هناك محور ومركز للتنسيق باش نوصلوا لهذه الساكنة هذه، ما قدرناش نوصلوا عن طريق البر، السيارات، رباعية الدفع ما عندهاش منين تدوز، الشاحنات اللي هزة كذلك الأغذية ما عندهاش منين تدوز، عندنا استعملوا المروحيات أو كنستعملوا كذلك الناس اللي عارفين المنطقة، عارفين الطريق، وبالتالي هما كيكونوا محملين، نستعملوا جميع الوسائل باش نوصلوا لإنقاذ الناس اللي تسدات عليهم الطريق. اذا المروحيه هذا فقط يعني احنا المروحيه الله نزلات قربه هنا تافنقولت، لان قلنا تافنقولت هي مركز مهم، فيها مستشفى ميداني وفيها كذلك تنسيق لتوزيع جميع المساعدات الغذائيه والانسانيه. شكرا لك حسين وزي، كنت معنا مباشره من تارودانت من تافنقولت تحديدا، شكرا لك على كل هذه المعلومات. الشكر أيضا موصول للزميل الذي ليوجد خلف الصورة. إذا كان ممكن حسين قبل، واش مازال معنا الحسين؟ الحسين إذا كان ممكن خلاصة ما قلته بلسان أمازيغية تجيده الحسين. نعم نعم، تنمير سنة نسو الاستمازيغ نلا غيدا وكلي مازيغ نغيكي دوران لا تلاس مقورن أكلي مدودي أدراري مدودي غدو يدار نميد مش ميد هاتي أتأمن سينيا فلسني تيران أرتينين غايد يقوين ربي ران مغا أن لاج هادلنا غيلا دميلان نلان كنيغ تالك جونت تالك جونت غيك اللي تزرام إلا قيس تدارتو سفر تدرت وسافر أرس أرد أرد تشكان ميد أرس الزرين أرس نكنا سافر أسافر بشد زرين ولا نغيد بزاف الحالات اللي غيلا ترزي إلا من الحالات اللي كلش قني قتي هلا ترزي حيخف ولا ترزي غوغيو أرت نتاوين غاكودان ستارودان تيسن زرين ولا أرت نتاوين راقادير غويد غيلا دليلا حتى فنقولت هنسكر نية توري بهرم قرن تقاتين إسدواس إتوس اللي حن تقلدان تقن نية توري مقرن أتزرين يميد نيسن فكنا سفر تيلي داغ توري أضبضون إمتشي أضبضون يميد ما جتانا شكون لان ميد نغو درار وروفان ما جتانا رسنا كان غي كان ما جتان إلين ويا ضيضنين أرت نزرين باش أركيخت كمن غيك اللي تزرام ارنت ارنت غيلاد تشكد يت يت يت, يت تدرت ازال نسافر اللي يوسين ميد الزرد نسافر تنتفى مسديو غيلا ذكرى الحالة اللي ديوش كان اخكرا ودرار غفلة انت لك جونت تفين قلت اغنلا تقربت لك جونت تقربت زين تاست قربت الجماعات اللي نقول ليش كان هيات الحالة غيلا الله دي تكشيم ارت نزرى مس دي تكشيم رسيس غير تكلف قان ميد نحويد اللي نجان باش أتزرين. إذن هذه حالة مباشرة اللي يلا توصلنا بها، وجات المركز هنايا بالمستشفى الميداني هنا بتلك جونت. إذن تعبئة كبيرة صراحة، سواء في توزيع الأغذية، سواء في استقبال كذلك الساكنة المتضررة، أو في إيوائها، أو كذلك في تقديم مساعدات لها. كنشوفوا بان سيارات الاسعاف محمله ماشي فقط بشخص واحد، ولكن باش ما نشوفوا الصور، لا باش صور مباشره، لا تكون شي صوره ما نشوفوش شي صوره مباشره ديال شي حاله اللي صعيبه حسين. نعم طلبت من المصور ما ناخذ الصوره لا تكون شي صوره صعيبه، لان هذه مشاهد مباشره. نتمنوا يعني الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، اللي باقي في الحياه اللي غادي يعني يعتنيوا بهم ويتكفلوا بهم، اللي شافيهم هذا الشيء ما بغيناش نبينوا بعض الصور لا تكون احتراما يعني لخصوصيه الاشخاص مؤثره شويه. نعم بطبيعه الحال وطبعا في هذا كيبان لي بانه كاينه واحد السيده نعم الحسين نعم. اذا ما كايناش حالات خطيره كما قالوا لي،
نعم هذه سيدة فقط غير نكمل. سيدة تم يعني إنقاذها من بعض الجماعات الترابية اللي بعيدة شوية من أحد الدواوير، عندها كسر في اليد، سيتم الاعتناء بها والتكفل بها هنا بهذا المستشفى الميداني بدون يعني الحاجة إلى نقلها إلى تارودانت أو إلى أكادير. إذن سنة عموما هذه يعني إلا بغينا ناخذوا حالات مازال كنشوفوهم حالات عادية، قال لي الطبيب المختص ممكن كذلك يكون عندنا تصريح مباشر مع الطبيب المختص هنايا من القوات المسلحة الملكية ناخذوه كذلك باش ممكن يتحدث لنا على هذا غيخصنا. نعم. تفضل أنت نعم. وضيفك أنتما مباشرة من مدينة تارودانت نعم. حيث كينضم إلينا الزملاء كيجهزوا الضيف ديالنا من أجل إيصال الصوت ديالو نعم. واضح نعم. في هذا البث المباشر. شكرا جزيلا كذلك لجميع الزملاء اللي معنا. السلام عليكم سيد الخايد، مرحبا. تقدم لنا راسك الدكتور. دكتور نعم ماشي مشكلة، يتفضل احنا في المباشر ماشي مشكلة. دكتور العقيد محمد محمدي رئيس نعم. المستشفى العسكري الميداني لمنطقة تافلكونت. سي محمد المحمدي الدكتور ديالنا ملي جينا وشفنا العمل اللي دار، يلا خدا واحد 10 دقائق ديال الاستراحة من الصباح وواصلوا كما قالوا لينا من ليلة الجمعة، وصلوا العمل ديالهم. كاينين أطباء هنا سواء المدنيين أو العسكريين والممرضين كذلك اللي واصلوا الليل بالنهار تاهما ما نعسوش، تحية لهم يعني والله العظيم الى واحد العمل كبير اللي كيقوموا به. تفضل السي محمدي انا نشد لك هذا تفضل. بامر من صاحب الجلاله القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه نصره الله وايده، تم نشر مستشفيين عسكريين بكل من اسني وتافلكونت بغرض تقديم المساعده الطبيه لضحايا الزلزال الذي اصاب منطقتي الحوز وتارودانت الجمعه الماضيه، حيث تم نشر هذا المستشفى الميداني العسكري يومه السبت ابتداء من الساعة 11 ليلا وبدأ في استقبال المرضى ابتداء من يوم الأحد المصابين بدرجات مختلفة، هناك الرضوخ هناك الجروح ابتداء من يوم من الساعة 2 بعد الزوال، وتقدمت لهم العناية المركزة، هناك من أخذناهم للاستشفاء عندنا ومن يستحق العلاج بسرعة يتم نقله إلى تارودانت. شكرا جزيلا سي المحمدين، خليك الله يعاونكم وشكرا جزيلا باسم يعني كاع الناس اللي شافونا اليوم. اذا سناء هذا يعني الاجواء هنايا، كنشوفوا المساعدات الغذائيه اللي كتمشي للجماعه الترابيه، كنشوفوا الناس اللي كيجيو عبر سيارات الاسعاف، قبل قليل ايضا دخلوا سيارتي اسعاف اخريتين لهذا المستشفى الميداني، كنشوفوا كذلك الطائرات والمروحيات اللي يعني كتقوم بعمل جبار باش توصل كذلك الاغذيه والاطعمه والافرشه للمنكوبين واللي بقاو بدون ماوى. عمل كبير، قوافل ومسيرات تضامنيه كبيره يجب التنويه بها من المواطنين من المغاربه اللي جاوا بالسيارات ديالهم، اللي جاوا داروا يعني هذا عمل تطوعي كبير باش يوصلوا حتى هما يعاونوا في هذا العمل هذا، لان حسين سنة ما بين الحوز وتارودانت عدد كبير من الدواوير يعني كتحتاج للمساعده ديالنا، وبدينا الحمد لله كنفتحوا الطريق اللي كانت مسدوده بدات كتفتح باش نوصلوا الناس اللي خصوصا في اعالي الجبال، لان باقليم تارودانت كاينين دواوير صراحه في اعالي الجبال معزوله ومن بعد الهزه يعني اصبحت اكثر عزله، يعني العمل اذا كبير لان هذا زلزال جبلي ضرب بلادنا. نعم حسين سنعود لك طبعا مرة أخرى في هذا البث المباشر. طبعا الصور التي شاهدنا اللحظة في تارودانت صور حية مباشرة تؤكد وعلى أرض الميدان أن هناك مجهود يبذل من أجل تقديم المساعدة إلى الأسر المتضررة. شكرا لك حسين أزليك، شكرا لكل الزملاء الذين يشتغلون منذ ليلة الجمعة إلى حدود الآن. طبعا الشكر موصول لكل هذه السواعد التي تشتغل من أجل مد يد العون والمساعدة للأسر المنكوبة في هذا الظرف العصيب. نغير الصورة
ونتوجه إلى ورزازات اللحظة، حيث وصلت إلى المنطقة شاحنات القوات المسلحة الملكية. وصلت هذا الصباح إلى نقطتين، جماعة خزامة وإيمينو لاون كما تشاهدون في هذه الصور الحية. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم المؤن الغذائية والأغطية والخيام، نصبت لأجل إيواء المتضررين في هاتين الجماعتين خزامة وإمي نولاون. ومن خزامة هذه الجماعة القروية تنضم إلينا نزهة بعزيزي رفقة الحسن بالعليم، خزامة التي توجد في منطقة ورزازات. نزهة بعزيزي، إذن الصور توضح إيصال المساعدات والمؤن الغذائية إلى الأسر والأهالي الذين تضرروا من زلزال الحوز. أنت في عين المكان، ماذا رصدت؟ كيف تمضي عملية إيصال المساعدات إلى الأهالي؟ نعم سنة، أولا أتمنى أن يكون الصوت واضحا لأن الرياح قوية جدا هنا. إذن وصلنا للتو إلى جماعة خزامة الجبلية على بعد 100 كيلومتر من ورزازات. وصلنا بمعية شاحنات القوات المسلحة الملكية محملة بالمساعدات. هذه المساعدات تم تجميعها وتحميلها بمركز الإنعاش الوطني بالورزازات ليتم توزيعها هذا اليوم على جماعتي خزامة وإيمين ولون. هنا في جماعة خزامة الأكثر تضررا والتي سجلت بها أكبر نسبة وفيات وهي 14 شخصا، سيتم توزيع 400 كفة من المواد الغذائية الأساسية. سيتم أيضا توزيع 200 من الأغطية و40 خيمة. في جماعة إيمين ولون سيتم توزيع 400 من المواد الأساسية، كذلك 85 خيمة، ثم 425 من الأغطية. هذه المساعدات وفرتها عمالة ورزازات، لكن تشرف على إيصالها وتوزيعها القوات المسلحة الملكية. سنة، في مجموع إقليم ورزازات خصصت 15,000 قفة للمواد الغذائية، سيتم توزيعها كمرحلة أولى على 9 جماعات قروية متضررة من الهزة الأرضية القوية التي مست الإقليم. فيما يخص الحصيلة سناء، وهي حصيلة شبه نهائية حتى الآن، فقد وصلت 41 قتيلا و 189 جريح، وهي حصيلة شبه نهائية لأنه كذلك عمليات الإنقاذ توقفت وعمليات الإجلاء، لأنه تقريبا منذ 36 ساعة الأخيرة لم يتم التوصل بأي نداء استغاثة. كما تشاهدين سناء ومعنا المشاهدون الكرام، فالآن تتم عملية توزيع المساعدات الغذائية هنا في جماعة خزامة في دوار تلمسين، وهذه المساعدات تشرف عليها السلطات المختصة، الدرك الملكي، السلطات المحلية، القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية. شكرا لك نزهة عزيزي، كنت معنا مباشرة من خزامة. وكما قلت، خزامة إلى جانب جماعة إيمين ولاون من بين النقاط التي وصلتها المساعدات الإنسانية، تشرف على توزيعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. شكرا لك نزهة. وفي مراكش، فرق إنقاذ قطرية وإسبانية وبريطانية، فرق متخصصة في الكوارث الطبيعية بالمناطق الجغرافية الصعبة، طبعا هي خبرة تقنية صرفة لدعم جهود المغرب في الميدان. روس جودن رئيس فريق الإنقاذ البريطاني قال إن فريق الإنقاذ البريطاني يعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية وسيقدم دعمه الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص. خوان سان دانيا وهو عن فريق التدخل الإسباني قال وجودنا يعتبر أولا وقبل كل شيء واجبا
تجاه المغرب، البلد الحليف والصديق لإسبانيا. الرائد خالد عبد الله الحميدي وهو قائد فريق الإنقاذ القطري من مراكش قال إن أفراد الفريق القطري سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين بناء على ما تم الاتفاق عليه عبر قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب المغربي. إذن هي فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة من إسبانيا وقطر في المناطق المتضررة. جيهان دبلالي. من سراكوستا الإسبانية شد الرحال إلى منطقة الحوز بعدما حطت الطائرة العسكرية هنا بمدينة مراكش. هم فرق الإغاثة جاءوا لدعم عملية الإنقاذ بالمناطق المتضررة. المبادرة تأتي بعد تصريحات رسمية من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الخارجية الإسبانية اللذان أكدا على أن المساعدات الإسبانية مؤشر على التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين. وقد أكدت الحكومة الإسبانية على وصول طائرة أخرى لمساعدة الشعب المغربي في هذا الوقت الحرج، فيما مسؤول البعثة أكد أمس حضورنا هنا واجب تجاه المغرب. وليلة أمس حطت طائرة بريطانية بمطار المدينة الحمراء محملة بمعدات وآليات خاصة بالإنقاذ لمساعدة العالقين إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة. فرق الإنقاذ البريطانية جاءت لتعزيز صفوف المنقذين والمسعفين المغاربة بغية إجلاء العالقين وانتشال الضحايا. وكان مسؤول البعثة قد صرح فور وصول الطائرة: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص. من قطر إلى المغرب وصلت الأطقم المتخصصة في الإغاثة. وكان مسؤول الطاقم القطري أكد على أن أفراد الفريق سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين دمر إثر الهزة الأرضية القوية بناء على ما تم الاتفاق عليه من طرف الجانبين. كما أضاف في تصريحه: قدمنا لمساعدة أطقم الإنقاذ المحلية بعد تنسيق مسبق مع الجانب المغربي، وتشمل أول رحلة للأطقم القطرية أجهزة ومعدات طبية ومواد إغاثية. وقد باشرت الفرق الميدانية لقطر تقديم العلاجات الضرورية للمتضررين مباشرة بعد الوصول للتخفيف من آثار الزلزال المدمر. ومحمد إسرى موفد القناة الثانية إلى أمس ميز رافق فريق التدخل الإسباني. نحن الآن بمقربة من مدينة مركز مدينة أمزميز. هنا قضى فريق الإنقاذ الإسباني ليلته، وهنا أيضا يجري آخر الاستعدادات للالتحاق بمكان العمل للمساهمة في جهود الإنقاذ. Tenemos aquí ahora mismo 48, 8 están en el aeropuerto de Marrakech. ثماني جنود ما زالوا هنا بالمطار الدولي لمراكش، والبقية موجودة هنا بأمزميز. نشارك بتوجيهات من السلطات المغربية في بناء مركز للمساعدات. تساعدنا القوات المسلحة الملكية في حمل المعدات. بعد ذلك تواصلنا مع المركز الصحي لأمزميز لنتعرف على حاجياتهم وطرق التدخل والمساعدة. حضور فريق الإنقاذ الإسباني لمشاركة المغاربة في عملية الإنقاذ دليل آخر على قوة ومثانة العلاقات المغربية الإسبانية في كل الظروف. ومن إيمنتولا في أمزميز ينضم إلينا مباشرة محمد إسرى. إذن محمد إسرى، فريق تدخل إسباني في عين المكان يعمل بتنسيق مع فرق التدخل المغربي، كيف تمضي هذه العملية، عملية التنسيق بين الفريقين؟ نذكر أنه فريق تدخل إسباني متخصص في المناطق التي تعرف بالتضاريس الوعرة. أنا الآن سناء أتواجد بدوار إيمنتولا التابع إداريا لجماعة أنغال، والتي تبعد بحوالي 17 كيلومترا عن مركز أمزميز. فالوصول إلى هذا الدوار تطلب أكثر من السير ساعتين من السير نظرا لوعورة
المسالك الطرقية وكذلك نظرا لتساقط بعض الصخور في بعض المقاطع الطرقية. وقد رافقنا الفريق الإسباني الذي جاء لتقديم المساعدة للفرق المغربية، كما أيضا عينا فريقين آخرين لدول شقيقة من بين قطر وكذلك بريطانيا. فرجال الإنقاذ يسارعون الزمن في هذا المكان لانتشال الأشخاص الذين ما يزالون تحت الأنقاض. فحسب رواية العديد من السكان الذين التقيناهم بهذا الدوار يقولون أنه ما يزال هناك أكثر من 20 شخصا تحت الأنقاض في الوقت الذي انتشلوا فيه في الساعات القليلة الماضية أكثر من 50. فشخصيا عينت انتشال قبل حوالي 15 دقيقة لثلاثة أشخاص من بينهم رضيع. ففي المجمل يمكن من المرشح أن تصل الحصيلة أكثر من 80 وفاة، وهي حصة أو أعداد كثيرة هنا في هذا الدوار الذي لا تتجاوز سكانه أكثر من 200. شكرا لك موفد القناة الثانية إلى أمزميز، كنت معنا محمد إسراء من منطقة إيمين تولا، وحسن بالرابح بعدسة أمين حدو رافق هذا صباح فريق التدخل الإسباني في نقطة جغرافية أخرى تلات نيعقوب. من أمام عمالة إقليم الحوز كانت نقطة اللقاء الأولية بين أطقم الإنقاذ الإسبانية وأطقم الإنقاذ المغربية. الطاقم الإسباني قدم من مدينة مالاغا والوجهة تلات يعقوب البعيدة عن مدينة تحناوت بحوالي 50 كيلومترا. من مالاغا قدموا عبر سياراتهم صوب المناطق المنكوبة بسبب الزلزال المدمر. هم دفعة بسيطة فقط من العشرات الذين يشتغلون في منظمات المجتمع المدني في تخصص الإنقاذ الدولي من الكوارث. العملية تمت بتنسيق مع جمعية مغربية تنشط بمختلف المدن المغربية. دابا وصلوا 8 وغدا غيوصلوا يمكن قالوا لنا 15، كل نهار غيصيفطوا جروب. جايبين معاهم الكلاب مدربه؟ معاهم، كاينين معاهم هنايا دابا. وبالجماعه القرويه ثلاث يعقوب فرق الانقاذ التابعه للحمايه المدنيه الاسبانيه قدمت ونصبت خيامها يوم امس وبدات مباشره عمليه المساعده على انقاذ العالقين وايضا استخراج الجثث تحت الانقاض. عمليه سبقتها اجتماعات تحضيريه على مستوى المسؤولين المغاربه والاسبان بعين المكان. شيء مهم بالنسبه لنا، المغرب هو بلد شقيق وهناك مغاربه يعيشون باسبانيا والعكس ايضا، لهذا من المنطقي أن نأتي إلى هنا. عملية الإنقاذ بدأت خلال الليل وتتواصل دون توقف بشكل دوري. الجانب المغربي سخر جل الوسائل للمساهمة في إنجاح عملية الإنقاذ بالنسبة للفرق الأجنبية كما عينا هنا بتلات نيعقوب. ونتوجه مباشرة إلى الرباط، فقد وردنا اللحظة حول الاجتماع الخاص للجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان. اللجنتان ناقشتا موضوع الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. الحساب إذن كما تشاهدون في هذه الصور كان محور اجتماع في البرلمان. نفصل أكثر في هذا الموضوع وقد التحق بنا اللحظة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب. أهلا بك سي محمد شوكي. شكرا. كما إذن قلتم عقدت اليوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مرحبا بكم. نعم. إذن ناقشتم، كان هناك اليوم اجتماع للجنتين، كان هناك اجتماع قبل لحظات قليلة فقط، اجتماع للجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان، ماذا ناقشتم في هذا الاجتماع؟ شكرا لإتاحة هذه الفرصة. كما قلتم عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا تطبيقا للفصل 70 من الدستور وللمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية
لنتيح الفرصة للحكومة من أجل إخبار البرلمانيين بإحداث صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. كان هذا الاجتماع اللي جاء في هذا الطابع الاستعجالي ديالو وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر هذه الفاجعة التي ألمت ببلادنا. طبيعة الحال هذه كانت فرصة للبرلمانيين لتقديم تعزية لأمير المؤمنين ولأسر الضحايا، وأن يتمنى البرلمانيون أن المصابين يكونوا في صحة جيدة في مستقبل الأيام. طبيعة الحال كما تابعتم والتغطية ديالكم اللي تنشكركم عليها، هذا يعني الحساب المرصد لأمور خصوصية اللي فتحته الحكومة لاستقبال التبرعات ديال المؤسسات العامة والخاصة والأشخاص في المغرب وفي الخارج، غادي يمكن من تغطية النفقات المترتبة على هذا الزلزال المفجع، وسيمكن الحكومة من تغطية النفقات ديال إعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المهدمة، وكذلك التكلف بالأشخاص بدون مأوى، وكذلك تنفيذ لتعليمات جلالة الملك الله ينصروا اليتامى خاصة منهم والأشخاص في حالة هشة. وبطبيعة الحال ما ننساوش أن هذا الحساب غادي يمكن من تشجيع الفاعلين الاقتصاديين الخصوصيين والعامين من إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في المناطق المتأثرة بهذا الزلزال. طبيعة الحال كانت أيضا هذه فرصة لكل البرلمانيين أنهم يتضامنوا ويعبروا عن التضامن ديالهم والتآزر مع هذه المناطق اللي عرفت هذه الفاجعة، وأيضا أنهم يشكروا جميع مكونات الشعب المغربي على هذا الحس التضامني اللي تعرفوا بلادنا. بطبيعة الحال تم أيضا الدعاء لجلالة الملك بأنه يحفظ بلادنا ويحفظه هو شخصيا. سيد محمد شوكي، واش البرلمانيين غادي يساهموا في هذا الصندوق وفي هذا الحساب؟ رئيس مجلس النواب السي رشيد طالبي العالمي اللي ترأس هذه الجلسة أعلن أن المكونات ديال البرلمان ديال الغرفتين ديال البرلمان ستجتمع غدا باش تدير الميكانيزمات اللي غادي تمكن البرلمانيين بطبيعة الحال بالمساهمة في هذا الحساب الخاص. بطبيعة الحال شكرا لكم، كنتم معنا مباشرة. يكون من المتوقع أنه يكون بيان للغرفتين. شكرا لكم السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. تفضل بعجالة سيدي. كنت غير بغيت نقول ان نتوقعوا انه يكون بيان من عن البرلمان غدا ان شاء الله اللي تيوضح كيفاش العملية ديال التضامن ديال البرلمانيين تكون مع هذا الموضوع هذا. شكرا. واكيد ستكون هناك مواكبة منا لهذا الحساب الخاص بزلزال الحوش. شكرا لكم محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كنتم معنا مباشرة من الرباط. إذن والمغرب في ثاني أيام الحداد، الأعلام الوطنية تم تنكيسها على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية تنفيذا لتوجيهات الملكية، وموجة تضامن دولية مع المغرب، مباني السفارات الأجنبية والبعثات الدولية بالعاصمة الرباط نكست هي كذلك الأعلام تضامنا مع المغرب والمغاربة في هذا المصاب وفي هذه الفاجعة، كما نشاهد عبر تغريدات للأمم المتحدة لمقر الاتحاد الأوروبي لسفارة الاتحاد الأوروبي سفارة وقنصليات بريطانيا في المغرب سفارة الصين في المغرب كذلك نكست الأعلام، بالرباط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية غردت، وكل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الرباط وفي المغرب
تضامنها مع المغرب كما الحال بجميع البعثات الدبلوماسية فوق التراب المغربية. نكست هذه البعثات أعلامها تضامنا مع المغرب. تضامن دولي مع المغرب في هذا الظرف العصيب، وقد عبر جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته، وعبر عن خالص تشكرات المملكة المغربية للبلدان الصديقة والشقيقة التي أبدت تضامنها مع الشعب المغربي، والتي أكدت العديد منها استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الظرفية الاستثنائية. وفي إطار تبني مقاربة تتوافق طبعا مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، أخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية. وعلى أساس ذلك استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. على هذا الأساس الذي يرتبط بالاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق كما شاهدنا في ريبورتاجات من عين المكان في اتصالات ميدانية مع نظيرتها المغربية. وقد أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة حسب احتياجات كل مرحلة على حدة. نسمع في هذا السياق إلى السيد رشيد الخلفي الكاتب العام بمديرية شؤون الداخلية بوزارة الداخلية. استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. وباعتماد نفس نهج التنسيق وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق اليوم الأحد عشر سبتمبر الجاري في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية. هذا ويمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من طرف دول أخرى صديقة حسب احتياجات كل مرحلة على حدة. من هذا المنطلق تؤكد المملكة المغربية ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم، والتي تؤكد مدى احترام هذه الدول واعترافها بالالتزام الراسخ للمغرب ومساهماته العديدة في مجال الدعم الإنساني الدولي، والتي تتم وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ويرافقني في هذا الشق المحلل السياسي للقناة الثانية الأستاذ عبد الحميد جماهري. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. أهلا وسهلا. إذن أعود إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي في القصر الملكي بالرباط. حسب بلاغ الديوان الملكي، جلالة الملك محمد السادس يقدم تشكرات المملكة المغربية للبلدان الصديقة والشقيقة التي أبدت تضامنها مع الشعب المغربي، لكن الدعم يتم وفق مقاربة تحددها احتياجات المرحلة. من المؤكد أن البلاغ هو أولا في الشكل درس في ربطات الجأش وفي الشهامة وفي العقلانية الواقعية. المغرب ربط بطبيعة الحال ما بين ضرورة الاستعجال الميداني والتواجد في الميدان وتقديم الأجوبة التي تفترضها وتفرضها المرحلة الأولى للصدمة، لكنه أيضا يفكر بعقلانية وبتقدير موقف. وردت عبارة المعايير الدولية وهي مسألة أساسية، أي هي المعايير الدولية المنطقية فيما يتعلق بالمساعدات الدولية. تصوري لو أن المغرب منذ البداية طلب المساعدة، فالرسالة التي كانت ستذهب إلى الرأي العام
والرأي العام الوطني والدولي، وهو أن البلاد عاجزة، وهو ما لا يرد في ذهن أي أحد من المغاربة. ثانيا، حتى ولو أن الكثير من المنازل سقطت، حتى ولو أن الكثير من بنايات سقطت، فالدولة ظلت واقفة، والبناء المؤسساتي للدولة ظل واقفا، وبالتالي ظل قادرا على إعطاء الأجوبة في حينها. ثالثا، أنه من المعايير الدولية الأساسية في هذا الجانب، وإن لم تكن هناك إلزامية دولية في الجانب، لكن من المعايير وهو أن تكون هناك تقدير الموقف ميداني على أساس يتحدد، وتكون السيادة للدولة المتضررة في طلب أو يعني تحديد هذه الدولة المساعدة، تطالب طبعا، هذا شرط من الشروط، هذه مسألة أساسية. ماشي والمغرب ماشي كيرفض المساعدة؟ لا حاشا ابدا، بالعكس، انه في البلاغ الصادر وما قراته الزميله سناء، هو هناك ما يجب ان نحتفظ به هي المكانه التي يحتلها المغرب في قلب العالم وفي قلب دول العالم. وهذا الشيء لمسناه بطبيعه الحال، لا مشكل تجمعات اقتصاديه كبرى ولا بالنسبه للعواصم، وايضا هناك دول حليفه كبيره جدا كالولايات المتحده عرضت المساعده، لكن لا زال المغرب يقدر بانه مرحله يعني الطلب او عدم الطلب لم تصل بعد. حتى في الروبورتاجات الميدانيه اللي شاهدنا قبل قليل في مجموعه من النقاط المحدده، فرق التدخل الاسبانيه، البريطانيه والقطريه، الامارات العربيه المتحده ايضا من بين هذه الدول التي تقدمت بالدعم، وشفنا الفرق هي فرق متخصصه محترفه، ما تحتاجه ربما المرحله تحتاج في محينة ايضا، لأن في تلك الفترة يعني الفترة الأولى كيكون تدخل طبيعي في جميع كوارث العالم، يجب أن تكون الدولة المعنية والمتضررة وشعبها هي أول من يتحرك، لأنه مثلا حينما نبحث عن في الأنقاض ونحاول إنقاذ الناس، اللعبة الكبرى تتم في 48 72 ساعة الأولى، ويجب أن تكون الدولة هي الحاضرة. هل يمكن لأي دولة تعرضت لزلزال أو كارثة أن تنتظر وصول الفرق الخارجية؟ بطبيعة الحال كمرحلة ثانية، وهذه المرحلة هي ما كان يحتاجه المغرب، وهي ما نصص عليه البيان، وهي أيضا ما كان يعني يريده العقل والمنطق في تدبير تلك اللحظة. ما سيأتي من بعد هو أن المغرب سيختار للشركاء ولا أيضا طبيعة المساعدات، وأكثر من هذا لا يمكن للمغرب كدولة قائمة أن يعطي الانطباع وكأنه سيفوض للآخرين تدبير الفجعة، هذه مسألة جوهرية. أيضا لا يمكن أن يسمح بأي إحالة تحيل وكأن هناك دولة ما تريد أن تدبر فاجعته مكانه، هذه مسألة لا يمكن أن يتقبلها المغرب، ليس فقط من باب الواقعية أيضا، ولكن هناك العزة الوطنية، وهناك دعيني أقولها وإن ترددت، هناك سيادة في الفاجعة، لا يمكن أن نفوض فاجعة لتدبير الآخر، لكن في المقابل هناك مقابل هذه السيادة هناك أصوات أو جهات أو بعض الأصوات التي تحاول أن تصطاد في مياه كارثة طبيعية يدبرها المغرب وفق احتياجات كل مرحلة. بطبيعة الحال لهؤلاء تذهب كلمة السيادة، ولهؤلاء يجب أن يقال شيء أساسي وجوهري. لنتذكر تسونامي 2004 في أندونيسيا، هناك في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة مرفوضة بطبيعة الحال لدى العالم، الرأي العالم الإسلامي، بدء بعد ما وقع في العراق وبعد ما وقع في أفغانستان في 2001 و2003 إلى آخره، فكان هناك نفور، كانت هناك قوى أساسية اعتبرت بأن يجب أن تباشر الولايات المتحدة العمل الميداني والخيري في المنطقة، واعتبرتها بأنها فرصة رائعة. هناك من بالفعل حسابات جيوستراتيجية، وهناك من يريد أن يعود ويعتبر بأن الزلزال هو امتداد للسياسة عن طريق الفاجعة وعن طريق المحن وعن طريق الهشاشة الوطنية، هذا ما لا يمكن أن يقبل به المغرب. المغرب في هذا الجانب ليس سياسيا، ما كيديرش السياسة، كيدير السيادة، سيادة على حزنه، سيادة على تدبيره، ثم أنه لا يمكن أن يستغل أي هشاشة وطنية جراء حادث رغم فداحته ورغم قوته وقسوته، لكنه يظل يعني مرحلة يعني عابرة، وسيتجاوزها المغرب بالشكل الذي يجعله بالفعل أنه يؤكد للعالم بأنه قراره بيده، سواء كان في الفرح أو كان في الترح. وثانيا، هاد الناس نقولوا لهم واحد المثال مغربي،
واش مالي الميت صبروا والعزايات كفروا، هادو يعني كفروا اكثر من القياس، وارادوا ان يعطوا المغرب واحد الدرس فيما يتعلق في تدبيره لحزنه وفي كيف يعيش. وهذه مساله بطبيعه الحال هم اول من يدرك بانها غير مقبوله ولن تنطلي الحسابات الجيوسياسيه على شعب مثل الشعب المغربي ولو كان في لحظه حزن. شكرا لك عبد الحميد جماهري المحلل السياسي للقناه الثانيه. وسلسلة اجتماعات عقدها بالأمس وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت في عملتي إقليم الحوز وتارودانت اجتماعات لتنزيل الإجراءات الاستعجالية التي تقررت في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط. سعيد أجنى. اجتماعات مكثفة بإقليمي الحوز وتارودانت لوزير الداخلية عبد الوفي الفتيت مع عمال الأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية وممثلي المصالح الأمنية ومسؤولين آخرين، وذلك قصد تنزيل التعليمات الملكية السامية لاحتواء هذه الفاجعة. وفي كلمة له أشار وزير الداخلية إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بشكل مستعجل بنشر وسائل بشرية ولوجستيكية مهمة جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة. ولمواجهة هذه الفاجعة شدد الوزير على أن السلطات العمومية اعتمدت نهجا يروم تحقيق الانسجام والتكامل في تدخلاتها، مرتكزة على مقومات الفعالية، السرعة والشمولية للسير في اتجاه تدبير المرحلة بنوع من الحكمة بفضل الالتزام الجماعي الناجم عن التنسيق القوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية. كما أكد على أن المملكة قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة وأن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية. ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا والرفع من درجة التعبئة الجماعية، مؤكدا على أن التدابير المتخذة من طرف مختلف السلطات لن تعطي أكلها إلا بالمساهمة القوية للساكنة المحلية والتزامها في دعم جهود السلطات وتتبع توجيهاتها، وأن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها. وفي المحور الثالث لهذا الخاص، المساعدات وصلت وتصل تباعا إلى منكوبي زلزال الحوز. قبل ذلك نتوقف عند الحصيلة المحينة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبيل منتصف النهار، حصر مؤقت لقتلى الزلزال. عدد الوفيات ارتفع إلى 2497 حالة وفاة، فيما عدد المصابين وصل إلى 2476 مصابا إلى حدود 10 من صباح يومه الاثنين. العدد الأكبر من وفيات زلزال الحوز بإقليم الحوز ب 1452 حالة وفاة. إقليم تارودانت الرقم قفز هذا الصباح إلى 764 حالة وفاة. إقليم شيشاوا الوفيات فاق عددهم 200 حالة وفاة، ثم 18 حالة وفاة في مراكش، الله يرحمهم جميعا. في شيشاوا إذن قضى أزيد من 200 شخص، وإلى الناجين قدمت المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. مؤن غذائية، أغطية وخيام في عين المكان. الصورة معك عبد الفتاح مؤمن. جسر بري فتح عبر مركز أداسيل، ولأن الساكنة فقدت بنايتها بالكامل كانت الحاجة للأغطية ملحة ونصب الخيام أكثر إلحاحا، فالناس كانت تبيت في العراء ليومين كاملا حتى الانتهاء من عملية البحث واستخراج الجثث. مئات الخيام نصبت وستنصب هنا لإيواء المنكوبين، خصوصا أن درجات الحرارة تكون منخفضة جدا بالليل. ليل النار مناعشين لما كانوا التجل السلطان الله يرحم الوالدين. شنو جابوا لكم؟ جابوا لنا الماكله، جابوا لنا الخزاين، جابوا لنا كل شيء، مقومين كل شيء، اللهم لك الحمد. خيام جات الاعانه، جا كل شيء الحمد لله. راه الناس فرحوا بعد جا عندهم الخيام، جا كل شيء الحمد لله. والناس اللي مشاو الله يرحمهم تعالى.
يعني يشوفوا لنا شي حاجه مستمره، حيت دابا هذه الا كاينه الشتاء ولا شي حاجه راه كلشي غيمشي. هادشي ما شادش مزيان، ما دايمش. الا كانت غير الشتاء راه باقي هادشي غيهبط. ما بدار الطالب تجمع هنا المساعدات الغذائية المختلفة، المصدر وزارة الداخلية، الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني المحلي والوطني، والهدف التخفيف على الساكنة وتوفير مقومات العيش الكريم لأفراد أصبحوا في لحظة يعيشون اليتمى والحاجة أيضا. جمعوا المعاناة في الدار الطالب ديال الأداسيل، ومن بعد كيتم التفريق ديالها على الدواري المتضررة من هذا المكان ديال دار الطالب ديال اللي تابع للجامعه ديال اداسيل. يعني كتفضلوا انكم تقربوا نتوما لاعانه الناس؟ نحن كنفضلوا ان نقربوا المعاناه للناس وكنوصلهم حتى الاماكن ديالهم، حتى الدواوير، البلاصه اللي وقع فيها اللي ضربها الزلازل. المجتمع المدني كيحاول يخفف من المعاناه وكيواسي هاد الناس وكيقرب لهم المواد الغذائيه وبزاف ديال الحوايج اللي تعذرات باش توصل لهم، لان كان قطع الطرق، كاين بزاف ديال العاملين، الناس رابوا لهم المنازل ديالهم، ما عندهمش فين يريحوا، ما عندهمش بزاف ديال الحوايج اللي كيعانوا منها. عملية التوزيع ستستمر يوميا لإيصال المساعدات لكل الدواوير المنكوبة هنا بشيشوة التي فقدت أزيد من 200 ضحية في زلزال الجمعة الماضية. تنفيذا للتوجيهات الملكية، سخرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن وسائل بشرية وأخرى لوجستية كبيرة جدا لإيصال الدعم إلى الأسر المنكوبة في جميع المناطق التي طالها زلزال الحوز. سفيان بعسامي. إقليم تارودانت هو الثاني من حيث عدد وفيات زلزال الحوزة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مساعدة عاجلة وصلت إلى مقر عمالات تارودانت وتشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. أغذية ومواد غذائية تم تجهيزها لتوزيعها على القرى والدواوير المجاورة. 10 شاحنات المحملة بالمساعدات تصل في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية بتارودانت فك العزلة عن الدواوير والقرى التي تضررت مسالكها الطرقية. وفتح المعابر سيسرع ويسهل عملية توزيع المساعدات العاجلة. الدفعة الأولى من المساعدات كانت انطلقت عبر مروحية عسكرية لتوزيعها على الدواوير وبعض الناجين من الزلزال. عملية الإنقاذ متواصلة بالجماعات الترابية المتضررة بتارودانت، وفرق الإنقاذ تعززت بعناصر الجيش والدرك والوقاية المدنية فضلا عن المتطوعين لإنقاذ العالقين وانتشار جثث الضحايا. إلى حدود مساء اليوم السلطة المحلية تمكنت من فتح 8 مسالك طرقية، والجماعات التي وصلتها المساعدات هي دواوير برحيل، تفنوت، أولاد سعيد، وتفن كولت. وأعود إلى شيشاوة، وينضم إلينا مجددا موفد القناة الثانية من شيشاوة، معنا مباشرة عبد الفتاح مومن. عبد الفتاح مومن، كما تتبعنا في الروبورتاج تحدثنا قبل لحظات عن المجهودات التي تبذل في جهود الإنقاذ، يوازيها أيضا أو توازيها عمليات تقديم الدعم إلى الأسر المنكوبة. هل تصل المساعدات وكيف تصل إلى النقاط الجغرافية البعيدة جدا؟ نعم سناء، كما قلت نتواجد بهذا الجسر البري الذي خصص لمرور الشاحنات وكذلك الحافلات التي تحمل يعني الإعانات الغذائية والأغطية وكذلك الخيم، وبالتالي فيمكن القول على أنها تصل يعني الفترة الصباحية يخصص لمرور الشاحنات، ثم تمر بمركز أسالين، وبعد ذلك تمرر إلى مختلف النقاط أو الدواوير المتضررة. وبالتالي فهناك تنسيق بين يعني الجمعيات المحلية والمجتمع المحلي القادم من مختلف النقاط على مستوى الوطني. يعني صادفنا بهذه الطريق مجموعة من الجمعيات التي مرت من هنا محملة بكل أنواع المساعدات، وكذلك هناك أفراد فقط يعني هناك تنسيق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تشكيل مجموعات كذلك مرت من هنا في اتجاه الدواوير، بالإضافة إلى المساعدات القادمة من الدولة من أجل أنه سد الخصاص. والملاحظ كذلك سناء هو أنه يعني المساعدات بدأت تصل حتى للدواوير الأقل تضررا، لأنه الآن هناك اكتفاء على مستوى الدواوير المتضررة، فالمساعدات بدأت تصل حتى للدواوير التي بجانبها والتي لم تكن هناك إشكالات على مستوى المبيت، ولكن هناك اشكالات على مستوى التغذيه والماء. وبالتالي فيمكن القول على انه الان يعني من ناحيه المساعدات.
زالت هناك اكتفاء من ناحيه المساعدات الغذائيه، ويعني المجهود الان فقط في توفير مثلا خيام من المستوى الجيد، لانه هناك تخوف كذلك من تغير الاحوال الجويه نحو الامطار، لانها ستكون هناك اشكالات على مستوى المبيت، خصوصا انه يعني الجبال، ونحن نعرف على انه هناك احجار على مستوى الجبال هنا يعني تسقط في فصل الشتاء، هناك كذلك الواد اللي كيدوز من وراء من وسط هذه المنطقة، وبالتالي فهناك استعدادات يعني بالموازاة مع الاستعدادات التي تقام الآن في توفير التغطية الأغطية وفي توفير الخيام، هناك مساعدات لأنه نحن مقبلون على فصل الشتاء ويكون هنا قاسي، وبالتالي فجميع الدواوير التي لم تملك الآن أين تبيت فهناك محاولات من أجل توفيرها في أقرب وقت ممكن. شكرا لك عبد الفتاح مومن، كنت معنا مباشرة من شيشاوة. كانت الهزة الأرضية قوية، دمرت وأتت على المباني قذافي تارودانت أزيد من 490 شخصا إلى حدود أمس، أعتقد المعطيات تغيرت بشأن تارودانت، مقابل من قضوا أشخاص نجوا من الكارثة إلى الناجين. وصلت المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في دواوير تافنغولت، تلكجون وتمالكت، والآن القافلة وصلت إلى تيزين تاست، أكثر النقاط تضررا في مربع تارودانت. أعود إلى موفد القناة الثانية حسين أزيق الذي يتواجد بالمستشفى العسكري الميداني بتافنغولت بتارودانت. كنت معنا قبل قليل وقد خصنا الفريق الذي يتواجد في عين المكان بصور حية ومباشرة، تتبعنا معك المجهود الذي يبذل من أجل تقديم الدعم الطبي والجراحي للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الطبية. دعنا نقف اللحظة حسين أزيق عند الشق الثاني، الشق المتعلق بالمساعدات الإنسانية من أغطية، أفرشة، مؤن غذائية وخيام في منطقة تارودانت، إلى جانب المساعدات الطبية. كيف تصل هذه المساعدات للمناطق اللي لم تستطع السيارات أو الشاحنات الوصول إليها لأن الطرق في بعض المنعرجات الطبيعية والجغرافية الصعبة منعرجات غمرتها الانهيارات الصخرية؟ نعم، بالنسبة للمساعدات الإنسانية سواء من أغذية وأفرشة وأغطية كذلك وملابس كذلك التي تم تجميعها، هناك نقطة مهمة هو أنه يتم تجميع كل هذه المواد الإنسانية والغذائية، يتم تجميعها في مركز مدينة تارودانت. بعد هذا التجميع يتم تحميلها في شاحنات أو في أنواع سيارات الكبرى ذات الدفع الرباعي، ليتم نقلها وتوزيعها. يعني السلطات العمومية عمدت على يعني وضع لائحة لتوزيع هذه المؤن حسب المناطق التي لديها يعني مسالك طرقية عابرة وممكن الوصول إليها. النقطة الثانية من بعد تارودانت في حملة التجميع وتركيز هذه المواد الغذائية ثم توزيعها هي في حيث نتواجد اللحظة، هو يعني مركز تافنغولت، هو يعني نقطة استراتيجية ضرورية تمر منها كل القوافل الإنسانية. سنة ليست قوافل إنسانية، هي مسيرة إنسانية لمساعدة المنكوبين، منكوبي الزلزال الجبلي بالمغرب. إذن المساعدات يتم جمعها ثم توزيعها على يعني المنكوبين، خصوصا الساكنة التي بقيت بدون مأوى، لأننا نتحدث عن مئات المنازل ويعني مئات الضواوير وآلاف المنازل، مئات الضواوير التي يعني دكتها الهزة الأرضية مع الأرض، وبالتالي أيضا العدد كبير
كثير من الساكنة الناجية بقيت بدون مأوى. هذا هو العمل المستقبلي، العمل اللي غيكون في القدام هو هاد الناس لقوا لهم خيام، لقوا لهم فين يعني إيواءهم في يعني في هاد الظروف الصعبة، الاعتناء كذلك بالمصابين ولكن إيواء الناجين كذلك، لأن كنعرفوا هاد المناطق هي مناطق جبلية وفي الشتاء كتكون ثلوج وكتقطع عاوتاني المسالك الطرقية وربما تصبح المأمورية أكثر تعقيدا. هذا بالنسبة للمناطق اللي عندهم مسالك طرقية، اللي ما عندهمش مسالك طرقية المروحيات بمجهوداتها تم يعني تعزيزها بمروحيات أخرى جديدة اللي كتركز هنا في تافين قلت، ثم تقوم بتوزيع المؤونة والأغذية والأفرشة على المناطق المنكوبة اللي مقطوعة عليها الطريق، اللي تعطلت الطريق بسبب الهزة الأرضية. إذن مساعدات إنسانية غذائية ومساعدات طبية أيضا بالمستشفى العسكري هنا بتافن قلت لي كيقوم بواحد العمل كبير جدا. احنا في الصيدلية حيث الساكنة كتاخد يعني الأدوية مجانا، يتم كذلك يعني شرحوا لها السيد مثلا تم الاعتناء به التكفل به هنا بلا ما نصيفطوه للتارودانت أو لا نبعدوه. الحمد لله عنده كسر في الرجل وكذلك بعض الردود في الرأس، ويعني تم الاعتناء هنا به بالمركز مركز المستشفى العسكري اللي كاين في تافين قلت. عدد كبير ديال الناس الى يعني سنة ناخذ شي تصريحات يعني تسنى شنو ولا اللي عجبك. انا معك. لا ممكن تكلم بالامازيغيه دابا لانه انت تتواجد في نعم. منطقه تارودانت. تفضل الحسين في هذا البث المباشر نعم. الخاص عن معنا واحد المواطنه اللي يعني تم انا غنسولك لالا واحد المواطنه اللي هي ملي شافتنا يعني خدامين جات وشكرتنا وقالت لنا عافاكم نقلوا هاد الصور ونقلوا كنشوفوا طائرات. وطلع السي رشيد تفضل انت الطائرات ديالها هذه مروحيه سنة مروحيه اللي نزلت باش عاوتاني تاخذ في منطقه تفن قلت باش عاوتاني يتم تحميلها بالمؤونه والمساعدات الانسانيه من اجل كذلك يوصلوها للساكنه اللي ما عندهمش طريق. اذا هذه هي الصوره المشهد، مساعدات انسانيه سواء بريه او جويه، مساعدات طبيه وحمله طبيه قائمه بمستشفى عسكري قائم الذات، لكن ايضا عمل كبير في الميدان في يعني في جبال الاطلس الكبير منطقه وعره يعني غتحط السياره وتمشي على رجليك باش توصل على الناس. هذه هي الامور المعقده هنا باقليم تارودانت، كذلك نفس الامور غتكون في جبال الحوز ايضا. هاد السيدة اللي جات مع الأخت ديالها، الأخت ديالها عندها كسور في اليد وفي الرجل نعم من الظهر نعم. تفضلي. السلام عليكم سيدة. تفضلي لالا. الله يجازيكم بخير. كيرا تساول تاش الحيط واخا تاش الحيط بغات تساول في المنطقة قالوا أنزال. الله يجازيكم بخير. الناس ماتوا بزاف وما عندناش المساعدة اللي جبدهم تحت التراب، وما عندناش طريق والطريق مسدودة والناس قطع عليهم الضوء والماء وبقاو مساكن حتى ماتوا غير بسميتو. ما كاين اللي جبدهم ديك الساعه حتى ماتوا كلشي مساكن. الحسين الله يجازيك الحسين كنتحدثوا على المنطقه الانزال اللي نعم انزال انزال حسين. نعم الا سمحتي الحسين في زينتاس نعم الحسين نعم. كيفاش وصلت هذه السيده الان لهذا المستشفى؟ الله ينصر سيده سنتنا شهور نعم نعم كنسمعك لالا نعم. الحسين كيفاش وصلت هذه السيده؟ سمعتكش انا عفوا. كيفاش وصلت هذه السيده للمستشفى العسكري الميداني رفقه نعم. اختها التي اصيبت بكسور على مستوى الظهر؟ نعم رمتيني ماني كسديت لكمت من غينا تلكمت الدار غير كمي دول تمام صوره طرزه. لا 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 يجازيكم بخير لالا سناء. انا في المنطقه ديال تافين قلت اختي كاين في الجبل. ملي سمعت هذاك الشيء مشيت على رجليا واخا مريضة وما كاين اللي يدخل ديك الساعه والناس الله يرحمهم. اذا سناء هذا هو المشهد، مشهد ديال الحزن. اختي سناء القدره باش نهضر بقاو فيا الناس اللي تحت التراب ما كاين اللي يجبدهم والويت كل شيء بقى ان شاء الله لالا راه كاينين القران ما كاينين. الله يرحمهم الله بخير. الله يستر سيدنا الله يستر المحسنين جميعا. اذا لالا سناء سمحي لنا. شكرا بزاف شكرا. اذا سناء هذه هي الصوره اللي يعني احنا مداومين على نقلوا
نعم قالت بانها فقدت واحد العدد كبير من الاسره ديالها، سواء الاسره ديالها او الاسره ديال الزوج ديالها، وانتقلت والمنطقه على شهدرات هي تيزي نتاس اللي كنا فيها ونقلنا منها الصوره، ومنطقه انزال اللي كاين واحد الدوار يعني الا كان كيضم مثلا 80 منزل فراه 80 منزل يعني دكت بالارض. صحيح هي كتحدث مازال على الايتام على الناس بدون ماوى. طبيعي طبيعي انها تكون تحت الصدمه لانها عاشت لحظات خاصه واستثنائيه. نعم من الطبيعي كاين عمل كبير اذا كيتسنى خصوصا الناس ديال السلطات العموميه ديال القوات المسلحه الملكيه اللي كيديروا عمل كبير، المتطوعين كذلك، المغاربه اللي جاوا من مدن اخرى كذلك، مسيرات ديال المواد الغذائيه ديال المساعده الطبيه ديال نقل الجرحى. يعني هذه هي الصوره هنا بالمستشفى الميداني، حيث يتم توزيع كذلك الادويه المجانيه، حيث يتم نقل الحالات الخطيره الى مستشفى المختار السوسي بتارودانت. اذا هذه هي الصوره كتسمعوا، يعني مازال السيده اللي معايا كتنقل، كتحاول انها تنقل غير المشاهد اللي كاينه تما. المروحيات كتحاول كذلك انها تغلب على الصعوبه ديال هذه المسالك الوعره، نوصلوا للدواوير اللي مازال ما وصلناهاش، ونوصلوا كذلك سواء عن طريق البر، عن طريق الشاحنات، العربات كذلك. المهم هو مد يد العون والاعتناء بالعائلات وبالساكنة اللي بقات بدون مأوى. شكرا لك حسين أزي، كنت معنا مباشرة من تافنغولت بتارودانت. وإلى إغيل وصل اليوم فريق القناة الثانية بعد أزيد من يومين في الطريق. عبر الحسن هبان، عدنان صيلاني، رفيق أجوماد، عبروا مشيا على الأقدام، عبروا واد نسيس. هم الآن في إغيل، موقع الهزة القوية التي ضربت الحوز يوم الجمعة عند 11:11. واد كيقول لي يوسف الحميدي واد نفيس من إغيل ينضم إلينا الحسن هبان. الحسن أهلا بك، أعود إليك وقد وصلتم إلى منطقة إغيل موقع الهزة. هناك جهود الإنقاذ تتواصل، تقودها القوات المتخصصة وفرق التدخل التي وصلت هي الأخرى وعبرت مشيا على الأقدام إلى إغيل. هل لك أن تصف لنا جهود الإنقاذ التي تقودها الفرق المتخصصة في إغيل؟ نعم سناء، بالفعل عمليات الإنقاذ متواصلة. قبل ذلك بشكل مباشر عربات القوات المسلحة الملكية كما يبدو لكم بشكل مباشر في هذه اللحظة لا تزال تواصل مسيرها وتواصل القدوم والصعود إلى كل هذه المرتفعات الجبلية كما يبدو لكم من خلال عدسة الزميل عدنان صيلاني. في هذه اللحظة القوات المسلحة الملكية تتابع قوافلها سواء فيما يتعلق بنقل المساعدات والمؤن الغذائية والأغطية والملابس كما تشاهدون في هذه اللحظة بشكل مباشر. تصل إلى هذه النقطة، نقطة أمر زقان سنة، هي النقطة الجغرافية التي تشكل مركز الزلزال في جماعة إغيل. هذه الجماعة التي تضم 28 دوارا، أزيد من 5300 نسمة. الصورة أعتقد بأنها واضحة الآن. كذلك يتم توزيع المساعدات، العملية لا تزال متواصلة، يتم توزيع المساعدات الغذائية من المياه الصالحة للشرب ومن المواد الغذائية الأساسية كما تشاهدون بشكل مباشر من خلال عدسة القناة رفقة الزميل عدنان صيلاني في دوار أمر زقان. هذا الدوار الذي تضرر بشكل كبير، عناصر الوقاية المدنية كذلك، عناصر الدرك الملكي وكل السلطات المعنية تواصل عملية الإنقاذ. هناك المتطوعين، متطوعي الهلال الأحمر كما تشاهدون في هذه اللحظة يقدمون كذلك الإسعافات للمصابين هنا في دوار أمر زقان بجماعة إغيل.
حيث بفضل طريق التي فتحت صباح هذا اليوم عند حدود 10:30 تقريبا صباح هذا اليوم، فتحت الطريق إلى جماعة إغيل عبر منفذ فوريرن التابع لجماعة ثلاث يعقوب، وبالتالي العملية الإنسانية متواصلة وفرق الإنقاذ تواصل إجلاء المصابين، كذلك يتم نقلهم عبر المروحيات العسكرية ومروحيات الدرك الملكي إلى المستشفى الميداني بإقليم الحوز بمدينة تحنوت. شكرا لك موفد القناة الثانية، كنت معنا من أمرزجان بإغيل موقع الهزة. شكرا أيضا للزميلين رفيق أجوماد وعدنان الصيلاني على هذه الصور المباشرة من إغيل موقع الهزة. في إغيل في الحوز ككل سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا، أزيد من 1350 حالة وفاة. قوة الهزة استشعرتها طبعا ساكنة الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، المحمدية، الزلال والصويرة وغيرها من المناطق. اهتزت الأرض في الحوز، وبقدر ما كانت مشاهد الدمار مؤلمة بقدر ما كان الدعم كبيرا برسائل إنسانية أكبر تحيل على معدن المغاربة. تضامن من الراشدية إلى الحوز. عبد الصمد طعام. لبيك ورزازات، كذلك هو لسان حال ساكنة الراشدية بشبابها كشيوخها وبنسائها في طليعة المتبرعين. في البدء كانت تغريدة عفوية وجدت قلوبا رحيمة تنتظر من يؤطر روحها التضامنية الملتهبة من فعاليات المجتمع المدني وبإشراف من السلطات. تضامنوا كنتعاونوا مع خوتنا فهمتي، حيت حنا كاملين دم واحد وكاملين مغاربه، وخاصنا نتعاونوا ونقدموا يد المساعده، حيت حتى خوتنا اللي في ورزازات ومراكش خاصهم اللي عاونوهم واللي شد لهم في اليد ديالهم. هي جات حاجه عفويه، جات حاجه عفويه الحمد لله، حيت كون هذه الحاجه العفويه هي اللي خلات هذا الشيء دار بوم الحمد لله. تضامن ما بين الناس الراشديه. اما كون كنا دايرين وبروغرامين ما كنظنش انه غادي يكون هذا الشيء. جا بطريقه عفويه ثلاثه ديال السوايع باش درنا لي زانونس سيغ انستغرام، درنا لي فلاير، والحمد لله اللي شاف سواء اللي عاون بالقليل ولا بالكثير كنشكركم بزاف بزاف. من السعيديه الى القويره لم تكن الهزات الارتداديه الا لقلوب المغاربه. تجلت الإنسانية وتجلت تمغربيت مرة أخرى في أبهى صورها الغنية عن التعليق. أنا متقاعد في القوة المساعدة، ورغم أن المهنة ديالي كانت تخليني نتطوع في جميع التدخلات، خرجت تقاعد ومازال تنطوع في عمل جمعوي، لهذا غنتطوع مع هذه الجمعية هذه وغادي نمشي معاهم إن شاء الله حتى الورزات حتى يسلموا هذا الأمتعة وهذا الشيء اللي خداو إن شاء الله من هذه الساكنة الرشيدية. يعني راه كاين الخير في البلاد الحمد لله، وهذه الأزمة هذه واخا حنا عشناها ولكن راه عطات واحد الاحساس ديال ان المغاربه يعني راه يعني امه واحده وراه كيتعاونوا وكيتضمنوا بيناتهم ومازال الخير ان شاء الله. نساعد بالنقل ديالي بالمازوت ديالي بيدي بكل شيء ان شاء الله، نوصل المساعده حتى لعندهم ان شاء الله. المساعدات والتبرعات العينيه هاته والتي سيتم تأطير جمعها من طرف جمعيات أخرى وبإشراف ومراقبة السلطات المختصة، من المنتظر أن يتم إرسالها إلى إقليم ورزازات لكونها أقرب المناطق المتضررة من الهزات الأرضية إلى الراشدية وإلى قلوب أبناء تافيلالت. ومجموعة كبيرة من الطرق فتحت في وجه حركة المرور من أجل إيصال المساعدات التي شاهدناها في العديد من المدن. كانت الصورة قبل قليل من الراشدية، طرق كبيرة فتحت في وجه حركة المرور بين أوريكا وسيتي فادمة، جزئيا فتحت الطريق ما بين الطريق الإقليمية نحو أوكيمدن، فتح الطريق بين إسني ومولى إبراهيم، الجهود تتواصل لفتح الطريق بين تحنوت وتارودانت، بين إسني وويركان ومن ويركان وإمجدال وبين إمجدال وثلاث يعقوب فتحت الطريق، والجهود تبذل على قدم وساق لفتح الطريق المؤدية إلى إغيل والطريق المؤدية إلى أغبار. وطريق إلى المدرسة اليوم تعذرت بالنسبة لمجموعة من التلاميذ طبعا في المناطق المتضررة من الزلزال. بلغة الأرقام، الدراسة تتعطل اليوم في أزيد من 530 مؤسسة تعليمية ب
وخمسين داخلية طالها الدمار بسبب الزلزال في أزيد من 42 جماعة بالحوز وبتارودانت. تضررت طبعا هذه المؤسسات التعليمية وهذه المؤسسات الداخلية من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. الله يرحمهم، في زلزال الحوز توفي مجموعة من التلاميذ. ليست لدينا أرقام دقيقة في الوقت الحالي، الأرقام التي نتوفر عليها تهم وفيات رجال تعليم الله يرحمهم جميعا. نتحدث عن وفاة 7 أساتذة، 4 أساتذة وثلاث أستاذات قضوا في زلزال الحوز، فيما أصيب نحو 40 أستاذا وإطارا تربويا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في الزلزال الذي ضرب الجمعة إقليم الحوز. موقع الهزة كما بات معلوما هو إغيل. قوة الهزة الأرضية بلغت 7 درجات على سلم ريشتر. إذن الصور كما التقطتها عدسة الزملاء الذين يتوزعون على مجموعة من النقاط الخارجية هي صور تظهر المناطق التي تضررت بفعل قوة الزلزال. صور في إقليم الحوز في تارودانت في مجموعة من المناطق التي تتهيأ اليوم لمرحلة ثانية. تابعنا مجموعة من الروبورتاجات في أكثر من نقطة خارجية. الصور التي تشاهدون هي صور بالدرون للزميل سبيح الذي قام بتصوير مجموعة من النقاط التي تضررت كما قلت بفعل الزلزال في منطقة الحوز في تارودانت في ورزازات وغيرها من النقاط التي تلملم اليوم الدمار. وعملية إيصال المساعدات تتواصل كما تتواصل مجهودات الإنقاذ على أمل العثور على لاجين تحت أنقاض المباني التي دمرت. وينضم إلينا في هذا البلاتو الخاص الأستاذ هشام العفو وهو استشاري نفسي متخصص في علم النفس والجريمة. أهلا بكم. مرحبا أختي سارة. إذن السؤال اللي كنطرحه جميع بالنسبة شاهدنا قبل قليل وكتب عنا في البلاتو سيدة في تارودانت تعيش ولا زالت تعيش تحت تأثير صدمة ما عاشته. دعنا نقف عند سؤال تدبير نفسية الشخص الذي عاش هزة أرضية، عاش زلزال، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلاميذ صغار. نعم، أكيد كانت المشاهد صراحة صعبة مؤلمة، خصوصا أننا نتلقى داخل خلية الاستماع يعني عشرات أو المئات ديال الاتصالات بشكل يومي 24 ساعة. إذا الأحداث حنا تكونت عندنا بشكل كبير، وبالتالي ما نريد أن نوجه إليه الناس الآن أننا جميعا في مرحلة الصدمة. إذا هناك صدمة جماعية وصدمة فردية كنعيشوهم جوج، وبالتالي فديك لامورتيسمون اللي يمكن أنه يدار ضمن ما يسمى بالإسعافات النفسية الأولية هو اللي خصو يكون حاليا. أول حاجة خصنا نديرو هي أن الأطفال اللي هما كنهضرو عليهم عندهم واحد لا فراجيليتي وعندهم واحد لا فيلنيرابيليتي، ما عندهمش الآليات والميكانيزمات باش يديروا لامورتيسمون، خصنا على الأقل نحيدوهم من هاد المشاهد ما يشوفوهمش، سواء كنهضرو على اللي كاينين سيغ تيغان اللي كاينين في لحظة المعايشة ديال الظاهرة أو الأطفال اللي كاينين خارج المعايشة ديال الظاهرة. إذا كانت الناس الكبار ما قادرينش يستوعبوا الصدمة وحتى المتخصصين وجميع الناس مازال ما قادرينش يخرجوا من مرحلة الصدمة المباشرة، فمن الضروري
ضروري على أننا على الأقل ندخلوا كمتخصصين وكأطباء نفسانيين واستشاريين على أساس أننا نديروا واحد لو ديكالاج ما بين الحدث المأساوي المباشر وبين رد فعل اللي يقدر يكون سلوكي يقدر يكون جسدي يقدر يكون يعني بالمجموعة من المستويات. حنا كناخذوا معطيات مباشرة عن طريق خلية الاستماع. للمرة الثانية كتقول خلية الاستماع، فين كاينة هذه الخلية؟ خلية الاستماع كاينة فقط على مستوى التواصل، لأن رابطة متخصص الصحة النفسية والعقلية ومجموعة من يعني لي زورغانيزم اللي كاينين داروا بشكل تطوعي مجموعة الخلايا. حنا انشأنا أيضا خلية فيها 200 متخصص نفسي و10 الأطباء. كيفاش يتواصلوا معكم الناس؟ كيتواصلوا معنا لأننا درنا لا بوبليكاسيون ديال الأرقام، درنا أرقام شخصية ديال المتخصصين كاينين في لي ريزو سوسيو، الناس راه وصلتهم من لحظة وقوع الحدث إلى اليوم 24 ساعة. عندنا تقريبا 700 اتصال إلى حد الآن، مازال حنا كنهضر معكم وعندنا اتصالات. أغلب الاتصالات فين كتهضر؟ أغلب الاتصالات شكون اللي كيتصل بكم؟ كاين عندنا النساء والأطفال كيدوزوا لنا ولادهم، هذه الحصيلة اللي عندنا. عندنا تقريبا 750 اتصال إلى حد الآن. منين كيتصلوا بكم؟ كيتصلوا من الحوز، عندنا تارودانت، عندنا المناطق المتضررة اللي يلاه قدروا أنهم يشدوا فيهم الريزو، عندنا أكادير، عندنا أيضا اليوسفية خريبكة، وعندنا الدار البيضاء، حتى الناس يعني اللي بعادين. شنو أغلب الأسئلة اللي كتجيكم؟ الأسئلة اللي كتجينا هو كيفاش نقدر نستوعب مواقع؟ هذا السؤال الأول اللي كيطرح على أغلب المتخصصين. راه كاين اللي كتقول لك أنا باقي داك الصوت ديال الهزة الأرضية باقي في الأذان ديالي. كاين اللي كيسمع الصوت، وكاين اللي ولا المشكل أن أي حاجة وقعت كيعتبرها صوت ديال الزلزال، هذا مشكل آخر. كاين اللي كيقول لك سمعت غير موتور دايز وهذا راه زلزال، كاين اللي كيقول لك انا كنت جالس مثلا وحسيت بواحد لا فيبراسيون في لو كور، وهذا سي فريمون ديفيسيل اللي يقدر يعطينا. كيفاش ممكن انتم كاخصائيين بماذا تنصحوا لامتصاص هذا الضغط اللي كتكلم؟ الوغ هنا كنقولوا عندنا الاسعافات النفسيه الاوليه، كنعرفوا حتى منظمه الصحه العالميه كيفاش كتعطينا لي ديريكتيف، من الضروري انه يتواجدوا الاخصائيين والاطباء النفسيين في الميدان، خصهم يكونوا حدا المستشفى العسكري. ما فكرتوش تمشيو للميدان؟ فكرنا ولكن كاين اكراهات، هذا هو المشكل. راه عندي لحد الان 200 متطوع مستعدين يمشيو دابا، يعني اذا كانت السلطات مستعده انها تانتيغري لي بسيكولوج ولي بسيكياتر المتطوعين لحد الان ممكن ان هذه العشيه يمشيو. راه عندنا يعني الان من هذا المنبر كتقول لنا انه 200 مختص في المجال النفسي باغين يمشيو لهذه المناطق. باغين يمشيو من حد الان، اذا كانت السلطات مستعده نموبيليزيهم دابا، كلهم مستعدين وخذوا تكوين. هذه يومين حنا كنديروا تكوين. السلطات ربما الظرف الان ما كيسمحش ان السلطات هي تبحث عليكم، انتم خصكم تمشيو لعندهم. اكيد، ولكن السلطات خصها بعدا تعترف بالاخصائي النفسي، راه قانونيا مازال غير موجود. اذا هذا مشكل غادي تطرح فيما بعد، ولكن لحد الان حنا مستعدين، لان ملي كنقولوا انه كاين لي سكور على المستوى الجسدي هذا شكل جيد، هذا امر جيد، ولكن المشكل على المستوى النفسي، لان كنهضروا على مرحله الصدمه حاليا اللي كتعاش، وعندنا مرحله اعاده معايشه الصدمه اللي غادي تقدر تكون من بعد واللي تقدر تكون خطيره جدا وتعطينا مجموعه الاثار فيما بعد على الاطفال. شكرا لكم استاذ هشام العفو، استشاري نفسي متخصص في علم النفس والجريمه، شكرا لك. العفو. وأتوجه مباشرة إلى الرباط عبر الهاتف، ينضم إلينا الناطق الرسمي عبر الهاتف، غادي ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد مصطفى بيتاس عبر الهاتف، لأن اليوم في قبل لحظات أنهت اللجنة البين وزارية اجتماعها الأول عقد تحت رئاسة الحكومة. غرجع لهذا الموضوع طبعا فورا، كيقولوا لي في لغيجي بأنه سيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس كينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط. سيد الوزير، إذن اجتماع أول للجنة الوزارية البين وزارية تحت رئاسة الحكومة، كان الاجتماع اليوم في العاصمة الرباط، اجتماع سالة، شنو ناقشتوا في هذا الاجتماع؟ مساء الخير، أولا شكرا على الاستضافة. طبعا كان اجتماع هذا الصباح برئاسة السيد رئيس الحكومة اللي كيجي في إطار توجيهات ديال جلالة الملك. هذه اللجنة البين وزارية الهدف منها هو دراسة مختلف السيناريوهات التي سوف يتم اعتمادها في تقديم التعويضات للمتضررين من أجل بناء السكن ديالهم اللي تدمر. الآن تمت يعني دراسة مختلف هذه السيناريوهات، هناك لجنة تهتم وتتكلف بتدقيق هذه السيناريوهات. خلال يوم الخميس المقبل
يمكن إن شاء الله يكون واحد التصور واضح الذي سوف يتم الإعلان عنه قريبا. أهم محور من المحاور ديال الإعداد ديال هذا العرض هذا كتلخص بالأساس في المعرفة الدقيقة لحجم المنازل المدمرة. تقريبا نحن الآن يعني نقدروا نقولوا بأنه وزارة الداخلية والمصالح المختصة تقدمت بشكل كبير جدا على المستوى الميداني. هناك معرفة بحجم هذا الضرر لكن ماشي معرفة نهائية، ماشي أعداد نهائية. سي مصطفى بيتاس، واش عندنا شي أرقام أولية في الوقت الراهن؟ مازال ما كاينش يعني أرقام اللي نقدروا نتكلموا عليها. اللي كاين اللي هو مؤكد هو أنه العملية كتمشي بواحد المنطق ديال المعرفة الدقيقة لما وقع للأضرار للمنازل التي دمرت وللمنازل التي يعني تعرضت لضرر ويجب يعني إصلاحها. فكل هذه العناصر الآن يتم جمعها ميدانيا، وزارة الداخلية تعكف والسلطات العمومية تعكف على حول هذا الموضوع. حينما سوف تتوفر هذه المعطيات بشكل نهائي وكامل وتتوقف العملية ديال الإغاثة اللي تقدمت بشكل كبير والحمد لله ما بقاش كيفصلنا على نهايتها إلا يعني القليل، فأنذاك هذا التصور الآن الذي يتم تدقيقه سوف يتم الإعلان عليه من هنا لذاك التوقيت إن شاء الله اللي يكون هذا التصور جاهز ومدقق وواضح. العمل ديال التكفل بالمتضررين. مقاطعة المكالمة الهاتفية، أخذنا فكرة أولية عن بعض الخطوط العريضة التي وردت في الاجتماع الأول للجنة البين وزارية. كان معنا عبر الهاتف مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان. القاعدة الجيولوجية على لسان خبراء الزلازل تقول إن الهزات الارتدادية تتلو أي هزة أرضية قوية. أقوى الهزات الارتدادية التي رصدها المعهد الوطني للجيوفيزياء بلغت 6 درجات، والدرجات تتفاوت من هزة ارتدادية إلى أخرى. نادية اليوبي. لم تتوقف الهزات الارتدادية منذ فجر السبت، وهي الهزات التي قال عنها المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب بأنه قد تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها 6 درجات على سلم ريشتر. الهزات الارتدادية هي سلسلة من الزلازل الصغيرة أو الهزات الأرضية الضعيفة التي تحدث بعد زلزال أكبر أو هزة أرضية قوية. تأتي هذه الهزات الارتدادية بعد الزلزال الرئيسي ويمكن أن تستمر لفترة زمنية متفاوتة، قد تكون من ساعات إلى أيام أو حتى أسابيع. سبب هذه الهزات الارتدادية هو استعادة التوازن في قشرة الأرض بعد أن تعرضت لإجهاد جراء الزلزال الرئيسي. تكون هذه الهزات عادة أضعف من الزلزال الرئيسي، ولكنها غالبا ما قد تزعج وتزيد من مخاوف الناس بعدما عاشوا تجربة الزلزال القوي. ووفق العلماء فإن شدة تلك الهزات تتفاوت مع مرور الوقت، فتكون قوية خلال 48 ساعة الأولى بعد الزلزال الأول، لكنها دوما ما تحدث بدرجات أقل منه، ثم تستمر بانخفاض شدتها بدرجات متفاوتة. وينضم إلينا عبر سكايب من لوس أنجلوس عالم الفضاء المغربي في نازا كمال وتغيري. أهلا بك كمال. أهلا سيدتي. أولا أود أن أتوجه بالتعازي للشعب المغربي وعلى رأسهم صاحب الجلالة يعني بالقيادة الاستثنائية والاهتمام الكامل بالجهود ديالو والإغاثة اللي كتنفذ دابا بمستجيبون سي كمال ودغيري، مهندس اتصالات وعالم فضاء مغربي بنازا بوكالة الفضاء الأمريكية نازا. نبحث عن المعلومة اليقينة، وأنتم مهندس اتصالات وخبير، ماذا عن طبيعة الهزات الارتدادية التي يمكن أن تتلو أي هزة أرضية قوية؟
ويعني إذا سمحتي في الأول يعني خصنا نشوفوا يعني دابا لنا بعد هذا الويكند اللي داز، فهذا الزلزال كان مدمر بشدة. علاش؟ أولا لأن إلا شفنا البيوت اللي طاحت في الأكثر منها مصوبة بواحد البناء اللي ديال الطوب، والطوب نورمالمون هو يعني ما كي ماشي يعني كيتعتبر من أسوأ الأشياء اللي كنبنيو منها، ولكن الإنسان هذا هو يعني المنطقة هذا هو اللي يمكننا نبنيو به، ما يمكنش نبنيو مثلا بالخشب بحال أمريكا في مناطق من بعد الزلزالات، يعني تطور البناء ولينا كنبنيو يعني بالحديد وبالخشب. الحاجة الثانية هو العمق ديال هذا الزلزال كان ضحلة، يعني 26 كيلومتر فقط. مثلا بعد الزلزالات كانت الأعماق حتى 100 كيلومتر داخل بطن الأرض، يعني كتساعد شوية على باش ما تكونش القوة ديال الزلزال كبيرة. والحاجة الثالثة هو كاين واحد الوحدات صخرية يعني رسوبية اللي عمرها عدة ملايين في ذاك المنطقة ديال الحوز، وهذا يعني هذا الحجار ولا هذا يعني بحال بغيتي تقول كيضخم الاهتزاز القوي الناتج عن الزلزال، يعني وكان ما كانوش هاد يعني لي روش سيديمونتير غادي يكون حتى هو نق شويه، يعني ملي كنشوفوا من ناحيه جيولوجيه كنلقاو بان بزاف ديال هاد يعني الصخور رسوبيه حتى هي زادت في المشكل. ورابع الحالات هو ان هاد الزلزال طرا في الليل، وكنعرفوا بزاف ديال الناس كيكونوا في قلب الديور ديالهم، دونك هاد الحالات الاربعه يعني جعلات من هاد الزلزال باش يكون يعني قاتل، وللاسف يعني زلزال قوي. سي كمال ودغيري، هو زلزال قوي بقوة 7 درجات على سلم ريشتر، هزة أرضية قوية عنيفة بهذا الشكل تتلوها هزات ارتدادية. أقوى الهزات الارتدادية إلى حدود الآن كانت بقوة 6 درجات على سلم ريشتر. إلى متى نتوقع هذه الهزات الارتدادية؟ وهل الأمر في اعتقادكم سينحصر فقط على إقليم الحوز أم يمكن أن يمتد إلى المناطق التي استشعرت قوة الهزة هزت الجمعة ليلا؟ اوكي، هذا سؤال مهم. الطريقة باش نشوفوا يعني الزلازل في حال الا الانسان ملي كيكون حدا واحد المسجد وكتسمع الاذان، يعني الناس اللي حدا المسجد كيسمعوا الاذان بواحد الصوت مرتفع، وكل ما بعدتي من المسجد كل ما ذاك الصوت كينخفض، يعني واخا كتبقى تسمع الصوت ولكن كتسمعه بواحد النسبه ضعيفه. فنفس الشيء في يعني لما كنشوفوا الزلازل، فالمحل يعني الابي سنتر ديال الزلزال الناس غادي يعني غيبقى هذا الشيء معاهم لاسابيع مقبلة، ولكن كل ما بعتي من المنطقة فين وقع الزلزال كل ما غادي يعني ما غاديش تحس بحال لما يعني كل ما بعتي على ذاك الصوت كما قلت ديال مثلا المدن نفس الشيء ما غاديش تسمع ما غاديش تحس بهذا الزلازل. فهذه حاجة عادية، وأنا بالنسبة لي عشت هذه الحاجات يعني عشت الزلازل في وكالة كاليفورنيا خصوصا في 1994، فوقع واحد الزلزال ب 6.7، وكنت يعني قريب يعني المصدر ديال هذا الزلزال، وسمعت الى سمعت واحد الحاجه مهمه، هو الضيف الكريم ديالك كان الاسعافات النفسيه الاوليه. فهذا انا بغيت يعني تانا نقول لك بان هذه هي حاجه مهمه واللي عشتها، هو ان يعني الاسعافات النفسيه الاوليه خصوصا الاطفال والناس الكبار هي مهمه 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 بزاف. يعني كنعرف الناس تبارك الله عليهم دابا كلهم يعني الشعب المغربي كله كيساعد، ولكن خصنا نردوا البال لهذه القضيه. ف
سمعت بان كاين 100 شخص واجدين، فكنتمنى من الله يعطيهم فرصه باش تاهم يمشيو ويشتغلوا مع الاطفال والناس الكبار، لان هذا هو. تفضل. كمال الودغيري، وقفت عند نقطة وردت اللحظة في حديثك، قلت أنك سبق وأن عشت هذه التجربة وكنت على مقربة من زلزال وقع في الولايات المتحدة. سؤالي، أنت تعيش الآن في منطقة تعرف بنشاطها الزلزالي، كيف تتهيئون، كيف تستعدون لفرضية يمكن أن ترد في أي لحظة؟ هو يعني كنحاول نتعلمه من الزلازل اللي وقعت شحال هذه، فاللي ماشي سهله جات يعني في سنين طويله. اولا يعني البنايات تغيرات بزاف في الدول، وصبحات لان كيقول لك ملي تسمع واحد وتحس بالزلزال ما تخرجش للشارع، لان الناس ملي كيخرجوا يعني لقاو بان الناس كيموتوا ملي كيطيح الجاج عليهم. الوغ حنا في المغرب مثلا البنايات مازال ما وصلتش لهذه الدرجه باش تقدر تبقى واقفه بعد الزلازل اللي القوه ديالها عاليه. فهذا اولا يعني، وكل واحد مثلا عنده في البيت ديالو بحال واحد ساك فيه جميع يعني الادويه والماء والحاجات الضروريه اللي يمكن لك تستعملها في الثلاث ايام الاولى، وكذلك يعني عندك واحد المحل اللي في البيت ديالك اللي هو كتحس به يعني غادي يحبس يعني لا طاحت الحيط ولا يعني مثلا الطاوله كيقول لك تمشي تحت طاوله ولا في شي بلاصه مثلا في شي بيت صغير ما يكونش محلول بحال بوص الدار. وخصوصا هو يعني خصنا يعني الشباب والناس يتعلموا بان هذا الزلزال راه معنا، ما يمكنناش نعرفوا فوقاش الزلزال كيطرى، ولكن هو غير خصنا مثلا نعلموا الدراري في المدرسه وفي محلات اخرى كيفاش يتعاملوا مع الزلزال. هذا هو، رغم ان يعني كما قلت يعني في المغرب هذا يعني جاء غير محتمل، لان في هذه المنطقه ما عرفناش، ما عمرنا ما شفنا شي زلزال لقرون، يعني ماشي شي كتاب دازوا كتبوا بان كان واحد زلزال في هذه الدرجه. صحيح. فكاين بزاف ديال الحوايج اللي غنقدروا نتعلموا، وخصوصا كنتمنى من الناس مثلا، لان حيت كنعرف هذا اليوم وهذه الايام الشعب المغربي كله كيتعامل مع هذا يعني هذا المشكل اللي ما كناش عجاله ننتظروه. فاحنا غنجيبوا مثلا هذا الشيء اللي تعلمنا مثلا من لوس انجلوس من كاليفورنيا، يجيو مثلا الناس يعني اثروا بعد نخدموا مع الوزاره ديال التعليم نشوفوا كيفاش يعني. فكره واضحه. اللوسون اللي الفكرة واضحة. كمال ودغيري، مهندس الاتصال عالم الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، كنت معنا مباشرة عبر السكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك كمال ودغيري. في زلزال الحوز مآثر تاريخية باتت في خبر كان، المسجد الأعظم أو مسجد تيرمل، والكلمة تعني بلسان الأمازيغي المدرسة، هي جوهرة من العهد الموحدي تعود إلى القرن 12 في جبال الأطلس الكبير، كانت تخضع للترميم قبل أن ينهار المسجد بفعل قوة الزلزال، وقد قضى كل العمال الذين كانوا بداخل المسجد يشرفون على عملية الترميم. جليلة بن فتان. هي صور توثق لحجم الأضرار التي طالت مباني ومعالم تاريخية من أسوار ومساجد تعد من أهم المعالم السياحية بالمدينة الحمراء مراكش، منها من تهاوت وأخرى تقاوم. سوق قزدرية، أشهر الوجهات التاريخية بمراكش، تحولت معظم محلاته إلى حطام، كما غطى الركام أزقة حي الملاح وسط مراكش بعد انهيار أبنية قديمة وتحطم أسقف خشبية.
مسجد خربوش دائع الصيت تضرر بشكل كبير وانهارت صومعته التاريخية، وأبواب أغلي وأجنو المجاورة للصومعة التاريخية تأثرت هي الأخرى. أسوار المدينة العتيقة سقط بعضها في وجه هزات الزلزال، أسوار مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي مشيدة من الحجر الأحمر منذ عهد الدولة المرابطية في القرن الحادي عشر، ومنها نسب لمراكش اسم المدينة الحمراء. صومعة مسجد الكتبية أو سقف مراكش كما تعرف اهتزت وتمايلت بعمارتها الأندلسية الشهيرة. أضرار لم تحصى حتى الآن أصابت المسجد الذي يعود تاريخه لعام 1147، وهذا ما تبقى من مسجد تنمل الواقع في أعالي جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز، منطلق الدولة الموحدية والذي صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً صمد قرابة 9 قرون قبل أن يأتي زلزال الحوز على معظمه. الآثار التاريخية المتضررة من زلزال المغرب طالت أيضاً سور تارودانت، ثالث أعظم سور في العالم من حيث الضخامة والارتفاع، وأضرار طالت كذلك قصبة أكادير أوفلا. هي مآثر تاريخية لم ترد إلى حدود اللحظة أي معطيات رسمية تهم التقييم الميداني لحجم الخسائر المادية بهذه المعالم التي تشهد على تاريخ المغرب الضارب في القدم. أودري أزولاي المدير العام لليونسكو غردت عبر منصة إكس بعثة من اليونسكو وصلت إلى مراكش، واليونسكو ستدعم السلطات المغربية من أجل تقييم الخسائر في المآثر التراثية في الحوز والتهيئ للمرحلة القادمة وهي مرحلة إعادة البناء. نفصل أكثر في هذا الموضوع مع ضيفي هذا الخاص جمال أبو الهدي محافظ المآثر التاريخية بالمديرية الجهوية للثقافة في مراكش. جمال أبو الهدى أهلا بك. أهلا أستاذة سناء، تحية المشاهدين الكرام. في البداية أتقدم بحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في هذه الفاجعة. ما هي المآثر التي تضررت، المآثر التاريخية التي تضررت بإقليم الحوز؟ هل لديكم أي معطيات أولية في هذا الباب؟ أكيد أستاذ سناء، فقوة وشدة الزلزال 7 درجة على ريختر كان لها وقع سلبي على مجموعة من المباني التاريخية سواء على مستوى إقليم الحوز أو على مستوى مدينة مراكش. فكما ورد في التقرير أنه على مستوى إقليم الحوز فالمسجد التاريخي مسجد تنمل الذي يعد أيقونة الحضارة الموحدية ويعد رمز ونموذج لمجموعة من المساجد التاريخية بالمغرب، فتعرض مجموعة من مكوناته للدمار. تقريبا المسجد يرجع إلى سنة 1154 ميلادية، ولكن تعرض لبعض الوقت تعرض للدمار للانهيار، أسقفه كذلك مجموعة من العقود. هذا المسجد يتميز بخاصية فريدة من نوعها على الصعيد الوطني وهي أن صومعته تنتصب مباشرة فوق المحراب، فتعرض كذلك للدمار. كما ورد في التقرير أن مجموعة من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذا الورش لقوا حتفهم للأسف الشديد. وعلى مستوى إقليم مستوى جامعة المصلوح هناك ضريح سيد عبد الله بن حسين جد الأسرة المغارية فتعرض لأضرار طفيفة، ثم المسجد الكبير. بالنسبة لمراكش فالمصنفة ضمن التراث العالمي منذ 1985، فكما ورد في التقرير هناك مجموعة من المباني التاريخية التي تعرضت إما لدمار كلي أو جزئي أو أضرار طفيفة. على سبيل التكر فمثلا معلمات الباهية فتعرضت لتصدعات خطيرة جدا وانهارت إحدى القباب بداخل معلمات الباهية. ثم على مستوى قبر السعدين فهناك تصدعات خطيرة على مستوى الأبراج الداخلية التي ترجع إلى القرن 17، على مستوى تساقط مجموعة من الشرافات. سيد جمال أبو الهدى، وأنتم تتحدثون عن حجم الخسائر التي طالت المآثر التراثية في مراكش وفي نواحي مراكش،
هل تعملون حاليا بتنسيق مع اليونسكو خاصة بعد التغريدة التي غردتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي؟ قالت عبر منصة إكس بأن فريقا عن اليونسكو يتواجد بعثة عن اليونسكو تتواجد حاليا في مراكش. كيف ستشتغلون مع اليونسكو في مرحلة ما بعد جرد حجم الخسائر حفاظا على هذا التراث الإنساني؟ أكيد أستاذة سناء، فمنذ يوم السبت كانت هناك أولا معينة ميدانية لحجم أضرار التي لحقت بمدينة مراكش وتواصل مع الإخوان في منطقة تينمل. نحن في تواصل مع الإدارة المركزية، لها تواصل مع منظمة اليونسكو مكتب الرباط، لأن نعلم أن مدينة مراكش هي مصنفة تراثا عالمي، وأن مسجد تينمل يعتبر أيقونة ورمز من رموز الحضارة المغربية وشكل يعني رمز بالنسبة للمشاهد التاريخية. حتى تدوينة السيدة أودري أزولاي كان الواقع الكبير بالنسبة لمستوى وزارة الثقافة. فغدا إن شاء الله سيكون هناك وفد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الترميم ومجال التراث، سيحل بمدينة مراكش لتقييم الحصيلة وتقييم وتشخيص الأضرار حجم الأضرار التي لحق به مجموعة من المباني التاريخية برفقة مجموعة من مكاتب الدراسات لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية هذه المباني التاريخية حتى تكون إن شاء الله في مستوى تطلعات ونعيد لمدينة مراكش ولمسجد تلميذ البارقة وحضرته القديمة. شكرا لكم جبال أبو الهدى عن المديرية الجهوية للثقافة في مراكش. بعد إلغاء مباراة المغرب ضد ليبيريا بسبب زلزال الحوزة، الجامعة الملكية لكرة القدم تلغي الودية التي كانت ستجمع اليوم المنتخب الوطني الأولمبي بنظيره البرازيلي بالمركب الرياضي بفاس. وخارج المغرب دقيقة صمت في الملاعب الأوروبية في عواصم بقارتنا الإفريقية تضامنا مع ضحايا الزلزال، تضامن رياضي كبير. نجوم ورؤساء اتحادات دولية في أكثر من دولة عبروا عن حزنهم عن تضامنهم مع المغرب. جيهان جهوري. على غرار عدة اتحادات كروية عبر العالم أقرت بدقيقة صمت قبل بداية مبارياتها، الاتحاد الأوروبي كان ضمن القائمة التي تضامنت عبر هذه الخطوة مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادنا، حيث وقف لاعبو المنتخبين الهولندي والإيرلندي دقيقة صمت حدادا على أرواح الفاجعة قبل انطلاق مباراة التي جرت برسم تصفية كأس أوروبا 2024، وهي الخطوة التي رافقت مواجهة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا للفوتسال لأقل من 19 سنة. والأمر صيان بالنسبة للأشقاء الموريتانيين في مباراة منتخب بلادهم ضد الغابون بتصفيات كأس أمم إفريقيا. التضامن مع المغرب والمغاربة عقب الكارثة الإنسانية يتواصل مداه يوما بعد يوم. الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تضامنه في تدوينة كتب خلالها أن المغرب اليوم في قلب لا ليغا. أما الدوري الإنجليزي الممتاز فعبر في منشور له عن عميق حزنه لما وقع بإقليم الحوز وقدم تعازيه لعائلات الضحايا. ومن جهتهم نجوم المستديرة وصلوا حملة تضامن واسع مع شهداء الزلزال، في مقدمتهم مسعود أوزيل الذي قال في تدوينة له: حزين لسماع الأخبار القادمة من المغرب، صلواتي لإخواني وأخواتي بهذا البلد الجميل، كونوا أقوياء. أما ديدي دروغبا فعبر هو الآخر عن تضامنه مع المغاربة الذين وصفهم بأشقائه جراء هذا الحادث الأليم. وختاما رفق أندري أنيستا صورة للعلم المغربي بعبارة: كل القوة للمغرب. وقبل أن نختم هذا الخاص نذكر بالرقم الخاص بالصندوق رقم 126، رقم الحساب هو مبين اللحظة على شاشتكم، مفتوح طبعا في وجه كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في الداخل كما بالخارج، مفتوح أيضا هذا الصندوق 126 في وجه الهيئات الخاصة والعمومية. في الختام نذكر بأبرز عناوين هذا الخاص ونحن في ثالث أيام ما بعد زلزال الحوز.
الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، إجراء عاجل ضمن تدابير أخرى سطرها جلالة الملك محمد السادس في جلسة العمل التي تلت فاجعة الحوز، إجراءات في مرحلة التنزيل والتفعيل، آليات التفعيل نوقشت اليوم في أول اجتماع للجنة البينوزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. جهود الإنقاذ تتواصل، فرق التدخل مدعومة بتكنولوجيا حديثة موزعة على المناطق التي ضربها الزلزال، كما تابعنا في هذا الخاص عبر مجموعة من النقاط الخارجية من شيشة ومن تارودانت من ورزازات من ثلاث يعقوب، وفريق القناة الثانية مشيا على الأقدام وصل إلى موقع الهزة إغيل. المساعدات من مؤن من أغطية وخيام تصل إلى الساكنة المتضررة برا وجوا، توزع على المتضررين في القرى الجبلية وفي عمق الأطلسي الكبير، كما تتبعنا عبر شبكة مراسلين الذين يتوزعون في النقاط الخارجية التي تضررت بعد الزلزال. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخاص. تغطيتنا في خاص عن زلزال الحوز تتواصل على القناة الثانية.